الدولة هو العربي والسلية. لقاء صعب طبعا، لقاء قوي أكيد قبل ما يتلعب، هكذا قالوا، هكذا تحركوا، هكذا قالوا أن اللقاء لن يكون سهل. كل التقدير للزملاء الأعزاء، الكابتن يونس علي اللاعب الدولي السابق ونجم النادي الأهلي وقائده والريان وقائده ولاعب المنتخب القطري، محللنا اليوم في قنوات الكأس مع الكابتن الكبير عبيد جمعة. شكرا لمحمد دهام الظهير التاريخي للنادي العربي وللعنابي. مشاهدينا الكرام، انطلاقة مباريات هذه الجولة وآخر مبارياتها الجولة السابعة، وجميعا نستعد بعد انتهاء هذا اللقاء وهذه الجولة لنقف جميعا مع الزعيم، نقف مع السد قبل مباراته الهامة، المباراة الوطنية، المباراة القومية، المباراة التاريخية في مواجهة الفريق الإيراني القوي بيرسبوليس، ذهابا في استاد جاسم بن حمد يوم الثلاثاء القادم، والعودة إن شاء الله ستكون هناك في استاد أزادي، لقاء الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال آسيا. إن شاء الله بطولة تكون ثالثة للكرة القطرية بعدما خرج الدحيل وقدم أجمل مواسمه، لكنه خرج أمام فريق بيرسبوليس وبالتالي الزعيم الثلاثاء القادم. بينما الآن العربي بعدما انتصر في آخر مبارياته على الشحنية بالثلاثة جمع حتى الآن 12 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما السلية جمع أيضا 12 نقطة ولكن من 5 مباريات فقط ويحتل المركز الخامس وبفارق الأهداف عن النادي العربي. نادي العربي يلعب لقاء اليوم وخسر مباراتين وفاز 4، يبحث عن انتصار خامس ليتقدم خطوة أكبر وأكبر للأمام. أما السلية فقد فاز في 4 مباريات، خسر مرة واحدة فقط ومؤجل له لقاء مع الدحيل من الجولة الخامسة. تشكيلة السلية في لقاء النهاردة: سعود الخاطر حراسة المرمى، مجد الصديق، جورج كواسي جونيور وعبد الكريم سالم العلي، غانم القحطاني، فهد يوسف، نزير بالحاج، راشد الراشدي، عبد القادر الياس هداف الفريق، ورشيد ايضا النجم المغربي هداف الفريق. لوكا امام حضراتكم المدرب الكرواتي لفريق النادي العربي الذي يلعب لقاء اليوم بحراس المرمى مسعود الزراعي، امامه ياسين يعقوب واحمد فتحي واحمد ابراهيم اللاعب العراقي، على يمينهم يوسف رمضان، على شمالهم عبد الرحمن منصور، نص الملعب عبد الله معرفي وجاسر يحيى، امامهم الثلاثي محمد صلاح النيلي وماليسون فارياس ودييغو جاردل. معا مشاهدينا الكرام نتابع احداث هذا اللقاء الهام، كلنا امل ورغبه كبيره ان شاء الله في الاستمتاع في لقاء اعتبر الجميع انه ختام سيكون قوي للجوله السابعه. طاقم تحكيم بقياده سلمان الفلاحي مع مساعدين دوليين عالميين، المونديالي طالب سالم المري ومحمد عبد العزيز، والرابع ناصر الدوس، حكام اضافيين المونديالي عبد الرحمن الجاسم ويوسف الشرشني. مراقب الحكام هو البرنس سابقا عبد الله البلوشي الحكم الدولي السابق والمحاضر الان في الاتحاد الاسيوي والاتحاد القطري. سلمان فلاحي ومعا نستعد مشاهدينا الكرام، استاد حمد الكبير يحتضن احداث هذا اللقاء وسط حضور جماهيري اعتقد قليل جدا بل ليس تقريبا هناك حضور جماهيري، ودي من الحاجات اللي لازلنا بنقول ان علامات استفهام كتير، خاصه ان الجو بدا يتحسن شويه، الرطوبه قلت، الحراره قلت، مطلوب حراره في المدرجات لتزيد وتزيد من حراره الملعب. على بركه الله باللون الابيض فريق السلية بمدربه التونسي القدير سامي الطرابلسي اللي بقاله حوالي 5 سنوات مع الفريق متتاليه وده سادس موسم ليه. جورج كواسي في قلب خط الظهر، بدايه اللعب على طول الى جونيور ومن جونيور الى مجدي صديق اللي هنشوفه النهارده كبدايه في مركز الباك اليمين لفريق السلية. مرحله بناء اللعب والنادي العربي، الخط الامامي محمد صلاح النيلي اللي كسب احترام الجميع، الولد ابن نادي الريان اللي انطلق للسيليه وتالق والان مع العربي ايضا متالق. سعود الخاطر حارس الدولي، حارس الوكره سابقا، حارس الجيش سابقا مع نادي السيليه، يقدم اداء جيد. ادي الانطلاق على طول، استلام جميل، نجم الكبير نزير بالحاج اللاعب الجزائري، كره عرضيه على طول وعبد القادر الياس، واول اهداف في اللقاء يضيع. الله 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 الله، يا سلام يا مسعود يا زراعي، يتفوق ويتالق في مواجهه رائعه امام المغربي رشيد ومع مسانده جميله جدا جدا معموله من عبد القادر الياس، انطلاقه رائعه لفريق السيليه. العرضيه
من تاني، ولكن مسعود زراعي برضو من تاني، حارس مرمى وقائد النادي العربي. برافو يا ولد، برافو يا ولد، تركيز كويس، مسخن كويس، خبرته وذهنيا عالي جدا جدا من بداية المباراة، ودي من الحاجات الهامة. انطلاق على طول عند النادي العربي، مالس فارياس ينطلق ويتقدم، لكن طولة هربت، ضاعت راحت إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. نادي السلية نازلين بتركيز عالي جدا، بص التركيز، بص الانتباه، هنا ضربة الرأس، شوف التحضير عامل ازاي، لم يكن تسلل، ومسعود زراعي ينقذ هدف محقق. يا سلام على عبد القادر، كأني بصير في الكرة الطايرة بيحضرها كده على الشبكة على طول، تضرب وتسجل على طول. عبد القادر الياس واحد من نجوم الموسم حتى الآن، تألقه وإبداعاته مع فريق السلية، هدفين سجلهم كانوا من أعظم ما يمكن في مباراة أم صلال الحقيقة في الدقيقة 45 و94، كذلك أيضا أمام نادي الخور عندما سجل من أجمل الأهداف اللي سجلها أيضا للفريق. أدي لوكا مدرب النادي العربي اللي بيمشي على سطر ويسيب سطر، هقول لكم ليه. أول ماتش العربي فاز على الخور، تاني ماتش خسر من السد، تالت ماتش فاز على الخرطيات، ثم أم صلال، ثم خسر من الريان، فاز على الشحنية. يا ترى يسجل انتصار تاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، أم سيكون أيضا ماشي على سطر وسايب سطر؟ أما السلية فعنده ثلاث انتصارات متتالية في آخر ثلاث مباريات، على قطر 2-0، على الخور 2-1، على الأهلي 4-2. 11 هدف سجلهم السلية ودخل مرمى 6. العربي سجل برضو 11 هدف لكن في مباراة أكثر، ودخل مرمى 12 هدف، منهم 10 في مباراة السد وحدها، أي بقية المباريات هدفين فقط في مرمى النادي العربي. بيلعب بثلاثة في خط الظهر، سيستم مختلف للفريقين. أدي على طول النادي السلية بيضغط، يسيطر، حاول الوصول للمرمى، وصل بالفعل لولا براعة مسعود الزراعي. غريبة جدا اللعبة اللي فاتت، بسهولة قوي قوي بتتسلم من رجل لرجل، تغيير اتجاه اللعب على طول. غانم القحطاني لاعب الارتكاز، نزير بالحاج نجم السد طبعا السابق اللي كان وقع لنادي المرخية وكان على وشك الانضمام للمرخية، لكنه طبعا فضل انه يبقى مع نادي السلية، والامور اتحلت ساعتها بشكل جيد. بالمناسبة نادي المرخية يتصدر قائمة فرق الدرجة الثانية بعد جولتين، المرخية عنده 6 نقاط، معيزر 6 نقاط، الوكرة 3 نقاط، الشمال 3 نقاط، سمير ولا نقطة، والبدع ولا نقطة. درجة تانية تلعبت جولتين، معيزر فاز في الماتشين والمرخية فاز في الماتشين. مرخية معهم طلال البلوشي وفهد العنيزي النجم الكويتي الكبير، وميدو مدحت مصطفى وعناصر خبرة ممتازة، ومعيزر يقدم وجه جميل من البداية. نزير بالحاج نجم السلية يتقدم على طول، يلعب في مساحة إلى رشيد، رشيد لاعب الخرطيات السابق متألق الحقيقة مع السلية، بدين بشجاعة كبيرة جدا، تاني على طول تحضير، بحث عن التصويب ولكن غاب من السيقان، وثلاث لاعبين في عمق النادي العربي عاملين زحمة يا دنيا زحمة. تاني قحطاني، يا ولد العيب، يا ولد غانم توقيته كويس، تمركزه كويس، يصوب على طول برجله الشمال أكتر منها أوفر، تصطدم وتعود لدفاع النادي العربي. جاردل النجم البرازيلي العرباوي، الباص العميق وفي برضه دفاع عميق، لكن طولت كما هي العادة أمام مايلسون فارياس اللاعب البرازيلي. أدي فارياس لهدفين مع النادي العربي، منهم واحد من ضربة جزاء أمام أم صلال. فريق أم صلال بيحتل المركز الرابع ب 13 نقطة، وكان الانتصار غالي وهام على الخور 1-0، والخرطيات عرف طريق الانتصار اخيرا وفاز على الغرافة 2-0، مدربه المغربي الجديد، وضحت البصمة قد تكون. وقلنا من الاول الخرطيات عنده امكانات لعيبة كويسة وفريق هيدخل على منتصف الجدول خلال 4 أو 5 أسابيع، هتلاقيه عنصر اساسي في نص الجدول الخرطيات، اعتقد ذلك، اعتقد ذلك. عبد الكريم سالم العلي اللاعب الدولي اللعيب الحريف الموهوب برضو رياني سابق، تعود من تاني في نص الملعب، دفاع قوي، عبد الله معرفي لاعب وسط النادي العربي ونفس عمره وسن عبد الكريم سالم العلي، دفعه واحده. ادي عبد الكريم، لعيبه الكويسين قوي قوي يا جماعه، خصوصا لما بيتوجد في نص الملعب، كمان قدراته في الاستلام والتسليم والرؤيه عنده جميله. ادي عبد الكريم لاعب الاشول الحريف، تغيير اتجاه اللعب على طول الى رشيد، عامل قلق في الجبهه اليمين لنادي السليه، الشمال للعربي. محمد صلاح النيلي استلم تحت ضغط،
ضغطوا عليه، حكم اللقاء قريب من كل لعبة. سلمان فلاحي برافو، ادي الانطلاق على طول لفارياس، ماليسون فارياس واحد على واحد مع جورج كواسي اللاعب الغرفاوي السابق، ترجع تاني على طول في نص الملعب. جارديل قد يصوب، مفيش مجال للتصويب، المساحات ضيقه. ادي العرضيه، ضغط قوي من النادي العربي وجورج كواسي ينقذ الموقف. بدايه قويه للمباراه، حماس كبير، ثلاث نقاط هدف الفريقين، الثلاث نقاط هدف الفريقين. لكن عبد الله العيد اللورد ابو سعيد قال لك لا خلاص، هنوقف محركات النادي العربي، هنوقف محركات النادي العربي. والسيليه متخصص في حلحله عربات قطار النادي العربي، نشوف الكلام ده النهارده هيحصل ولا الشكل هيكون ايه. السنه اللي فاتت السيليه فاز 3-1 وتعادل 1-1، فرصه هدف اول للعربي، ولكن انقاذ. ودفاع السيليه في اللحظات الاخيره امتياز. برافو يا ولد، برافو يا ولد، جونيور ينقذ الموقف. تاني فارياس بيحاول، العربي يضغط وبقوه، ثلاثة ورا من النادي العربي، الباقي كله طالعين قدام. ادي جارديل بيضغط عليه نزير بالحاج، اثنين محترفين في الفريقين، احمد فتحي واحد من ثلاثة في قلب خط الظهر مع الازمات بيطلع في نص الملعب. ادي احمد فتحي يترقص ترقيصة كده على الماشي من بعيد لعبد القادر الياس، الضغط عليه لكن العراقي احمد ابراهيم بسهولة وبيسر ينقذ الموقف. في عندنا ياسين يعقوب ايضا تحت 23 سنة اهو مع الكرة، لاعب النادي العربي واحد من الثلاثة اللي ورا. وادي احمد ابراهيم العراقي، وادي ياسين يعقوب. لوكا مدرب النادي العربي حيرنا من كم مباراة، بيغير اماكن اللاعبين بشكل الحقيقة غريب وعجيب من حيث الكم، عدد اللاعبين وعدد الاماكن اللي بتتغير داخل الملعب من نفس اللاعبين. في لعيبه بتلعب في ثلاث واربع اماكن في المباراه نفسها، باك يمين وباك شمال وستوبر وجناح يمين وجناح شمال وكل الحاجات دي كلها. باص امامي على طول، ادي على طول فارياس يحط جسمه معاه جورج كواسي، بيلعب باك يمين ويلعب ستوبر ويلعب نص ملعب. لاعب الغرافه السابق جورج كواسي ولحق حاجه حلوه من ريحه الغرافه الذي كان، اللي كلنا بنبحث عن الغرافه الان. غرافة عندما كان حديثا للصحافة كان جورج كواسي واحد من جنود الغرافة، ولكن كان من الاحتياطيين لان كان بيلعب مثلا يعني سعد الشمري وبلال محمد وابراهيم الغانم وحامد شامي، وهو مستني يا يلعب باك يمين يا يلعب ستوبر حسب الظروف. مثلا كانت فترة ممتازة بعثمان العساس طبعا وانس مبارك والجيل الجميل ويونس محمود، الغرافة من الفرق اللي تحزن على انها بعدت عن انها تكون في الصدارة وتقدم لنا الكرة الحلوة. ادي جارديل عالية فوق، هدف اول يضيع، مش معقول، فرصة ضاعت لا تضيع. لو مدافع عايز يطلعها مش هيعرف يطلعها، لو مدافع عايز يشتتها مش هيعرف يشتتها، مش معقول يا جماعة، مش معقول. محمد صلاح النيلي، ولكن برضو الاقدام، الرجل اللي اتحطت من مجد صديق خوفته وغمض عينيه امام المرمى. بص قدامك، بص حواليك، اوعى تغمض عينيك، اوعى تغمض عينيك. فرصة كبيرة قوي للنادي العربي، كاد ان يسجل محمد صلاح، لكن يبقى السؤال، في خلل في دفاع السلية، ازاي الكرة دي تتلعب بالسهولة دي وتتلمس بالسهولة دي جوه الست ياردات، سواء من المدافعين في التمركز في الرقابة او حتى من سعود الخاطر. هيتحط عليه علامات استفهام كتير اللعبة اللي فاتت. ادي محمد صلاح النيلي، لكن الولد على طول البرازيلي جونيور يطلع على طول وينقذ الموقف. اقصى اليمين رشيد وانطلاقته وسرعته، لكن تطلع رمي التماس قرايه من المساعد محمد عبد العزيز. عبد الكريم عبد الرحمن منصور باك الشمال للنادي العربي. نص ملعب عبد الله معرفي، عميقه. كان في عبد العزيز الصليتي، دلوقتي عبد العزيز الصليتي محلل في قنوات بين سبورتس، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. مجموعه رائعه من المحللين والمدربين ومعانا في قنوات الكاس، ما شاء الله ابداعات شفناها لنجوم الكره القطريه. النهارده كان معانا الكابتن يونس علي نجم النادي الاهلي والريان والمنتخب القطري السابق والمدرب الحالي والمحلل حاليا في قنوات الكاس، كان مع الكابتن عبيد جمعه، وقدموا لنا الحقيقه وجبه فنيه جميله
ورؤية لمستقبل المباراة اللي أمام حضراتكم وتفنيط لكل أدواتها ولاعبيها. وركز كثير مع صانع اللعب لأن ده كان مكانه كلاعب خط وسط محترم. الضربة الحرة على طول، الضربة الركنية على طول عالية فوق، نزير بالحاج يطلع. بص المباراة كل الاحتمالات واردة، كل الاحتمالات، ده يكسب أو ده يكسب، ده يسجل أو ده يسجل. فرقتين ضيعوا فرص يعني تقريبا أهداف، رشيد مع تألق مسعود الزراعي ومحمد صلاح النيلي اللي أهدر فرصة كبيرة جدا جدا. تاني النادي العربي بيعدي ويمر، جارديل النجم البرازيلي الحريف اللعيب يعمل باص أمامي ولكن تطول على طول إلى ضربة المرمى. سامي الطرابلسي المدافع السابق الدولي التونسي، سامي لاعب الريان السابق بالمناسبة، سامي وصل بنادي السلية إلى المربع الذهبي 2014 ما ننساش، وصل لنهائي أغلى الكؤوس كأس سمو الأمير يوم خسر من السد بالثلاثة، لكن قدم نفسه وقدم السلية في وجه جميل. أدي سامي الطرابلسي الشخصيات الجميلة المحترمة ومعانا في قنوات الكأس في برنامج الكرة العالمية العربية مع العزيز هيكل. و على طول در أو استلام على طول، كانت خط كان قرب من المدرب لوكا في اللعبة اللي فاتت مع الكابتن ربيع العافوي في الكرة العربية ومع هيكل زميلنا العزيز. الشخصيات المحترمة اللي الكل الحقيقة بيحترمها تماما ويقدر إمكانياتهم الفنية وشخصيته جميلة ومتزنة دائما في حالة المكسب أو الخسارة، عمره ما انفعل، عمره ما توتر، عمره ما قال تصريح الحقيقة يقلق أو يزعج أي حد، رغم قد يكون تعرض احيانا لبعض الاخطاء التحكيميه اللي الكل بيتعرض لها، لكن عمره ما اتكلم الحقيقه باي شكل سلبي. سامي الطرابلسي ادي الانطلاق على طول، جورج كواسي قطعها كويس قوي في نص الملعب الى غانم القحطاني الى مجدي الصديق، النهارده بيلعب باك يمين مجدي، تغيير اتجاه اللعب عرضي تماما ولكن تغطيه دفاعيه من يوسف رمضان الغرفاوي السابق. يوسف يرجع تاني على طول لاحمد ابراهيم، احمد لاعب اربيل العراقي هناك ايضا كان في الوصل وفي الاتفاق، الوصل الاماراتي والاتفاق السعودي كان بيلعب فيهم احمد ابراهيم. تاني ترجع ورا مجدي صديق واحد من عناصر الخبره من اللعيبه المحترمين الحقيقه برضو اخلاقيا جدا. نزير بالحاج بيلعب ناحيه اليمين، نزير كان مع نادي السد بيلعب باك شمال واحيانا جناح شمال، بطل ابطال اسيا 2011 نزير بالحاج وافضل لاعب محترف في الدوري قطر من قبل يصوب ولكن مسعود زراعي يتصدى. الله الله الله، لازال بخيره، لازال بقوته، لازال بتحمله، لازال بسرعته، لازال بتأثيره. نزير بالحاج صاحب ركلات الترجيح الشهيرة في الدور نصف النهائي وفي الدور النهائي في آخر ضرب الترجيح والفوز باللقب كان حاضر، وفي كأس أيضا العالم والمركز الثالث كان نزير بالحاج أحد جنود نادي السد وأحد أفراد الزعيم اللي أبدعوا وشرفوا الكرة القطرية والعربية في كل مكان. تاني على طول ضربة الرأس بيحاول على كذا مرة لكن ترجع لرمية التماس، رمية التماس. ادي ياسين يعقوب وادي الضغط الامامي على طول، رمية التماس لصالح النادي العربي. جارديل استلام بحركة لكن نزير، شوف المطاردة اللي بيعملها نزير، شوف المطاردة جاي من اقصى اليمين للعمق الاقصى الشمال ودلوقتي راجع مكانه. بصوا في الصورة هو راجع مكانه، بص وهو اللي لاعب التصويبة القوية دي وبعدها بيعمل مطاردة في مكان مش مكانه ثم يعود لترتيب وتنظيم الموقف طالما الكرة طلعت بره. دي قيمة وعظمة نزير بالحاج الدولي الجزائري واحد جنود الجزائر في كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، واحد من اللاعبين المحترمين احيانا تلاقيه حار شوية ولكن بيكون حار وقت ما يجب ان يكون حار بصراحة. رمي التماس لصالح نادي السلية، ثلاث انتصارات متتالية للسلية، السلية سجل في كل مبارياته الخمسة اللي لعبهم مفيش مباراة ما سجلش فيها اهداف ومباراة واحدة فقط ما دخلش في مرمى اهداف السلية هي مباراة قطر لما فاز 2-0 بهدفي رشيد، دي المباراة الوحيدة اللي السلية ما دخلش في مرمى اهداف ومؤجل له لقاء غاية في الأهمية. السيطرة لصالح العربي 52% مقابل 48، عملية قريبة جدا يعني. ادي مجدي صديق، رشيد اللاعب المغربي السريع الحريف الموهوب الهداف، نزير بالحاج غير اتجاه اللعب لعبد القادر الياس
يضغط عليه. عبد القادر لاعب السلية، عبد القادر لاعب ام صلال، عبد القادر لاعب الجيش، واحد من اللي كانوا صعدوا بالفريق الجيش قبل ان يتم الدمج مع الإخوية ويصبح الدحيل، واحد من اللعيبة الدوليين ايضا عبد القادر الياس. محاولة مرور ولكن فاول لصالح السلية. يوسف رمضان مع الحريف عبد الكريم سالم العلي، يضطر ان يعمل معه فاول لان خلاص كان معدي منه وكان ممكن يبقى عبء او مشكلة. وانا بقول ان احنا لازم نتعلم ثقافة عمل الفاولات ونعطل المنافس طالما الظروف تسمح بدون ما نأذيه وبدون ما يكون في خطورة ضربات جزاء او فاولات قريبة، لكن لازم ثقافة عمل الفاولات والاخطاء التكتيكية تكون موجودة. فرقتين كلهم بالكامل في نص ملعب النادي العربي، وضربة حرة لصالح السلية. هيلعب عبد الكريم سالم العلي، ادي عبد الكريم بضربة الرأس على طول، ولكن الى ضربة المرمى، الى ضربة المرمى. متقدم من الخلف للامام في الكرات الثابتة المدافع موريسيو جونيور، هو اطول من الكل. بداية لعب تاني ناحية الشمال على طول، باص وحش قوي، غريب قوي. النادي العربي بيخطئ اخطاء من الاحمر للابيض بدون ضغط. ادي رشيد تاني الجبهة اليمين، ورشيد خطيرة خطيرة جدا برضو لعبد القادر الياس. لعبت النادي العربي بيغلطوا غلطات ما داعي ليها ابدا في نص ملعبهم بدون ضغوط. ادي الباص الامامي من رادي جميلة، لو عدت بقى الواحد على واحد، يا ولد يا جونيور، يا ولد يا جونيور. على طول الى سعود خاطر، ثم منه على طول امامية الى عبد الكريم سالم العلي. بعض الاخطاء ممكن تعمل مشاكل، يا ولد يا لعيب غانم القحطاني، لكن ياخد فاول بل وانذار لعبد الله معرفي. عبد الله شوف لما جاي يضغط حظه جاي فين، اول مرة يجي يضغط هنا عبد الله، واحد من شبان النادي العربي اللي نشأ وترعرع بين جدرانه، يشعر تماما بقيمة النادي ويعرف تماما تاريخ النادي رغم صغر سنه، لكن من اللي بيحاولوا من فترة طويلة ويجتهدوا ان يعيدوا للعربي هبته ومكانته. غيره كان بيلعب جنبه وساب النادي العربي ومشي، منهم عبد العزيز حاتم لاعب خط الوسط اللي كان طالع طلعة عظيمة الحقيقة، وحامد اسماعيل ومجموعة من اللاعبين وابراهيم الغانم تركوا النادي العربي وانتقلوا الى الغرافة، انتقلوا الى بقية الاندية يعني، وتركوا الفريق. ولكن هو مستمر مع الفريق رغم العروض اللي جات له، مخلص تماما لفريقه وجماهيره. مش معنى كده ان البقية مش مخلصين، لكن اختاروا ان هم يكملوا في مكان اخر وبيأدوا الحقيقة سواء في الغرافة، خصوصا ابراهيم الغانم لو تفتكروا كان فارس، طبعا احمد فارس برضو النجم التاريخي للنادي العربي كان انتقل للغرافة. ادي الانطلاقة من جديد، كان باك يمين محترم احمد، كان باك يمين جميل. مسعود الزراعي حارس العرباوي، واحمد فتحي لاعب الوسط المدافع اللي بيلعب واحد من ثلاثة في قلب خط الظهر، ولا مانع من التقدم وبناء اللعب. محمد صلاح النيلي في اجتهاد لكن العمل الجماعي للعربي الهجومي ما بيستمرش، حاجات كلها متقطعة، تشعر احيانا انها قدرات فردية. وادي عبد القادر الياس كان عايز يحطها بكعب رجله على طريقة رابح ماجر النجم الجزائري الكبير، ولكن خلاص عدت ومرت واحدة من الفرص اللي اتيحت لنادي السلية. محمد صلاح النيلي استلم كويس واجتهد كتير عشان يوصل لهذه المرحلة. نايلسون بيحاول على طول، فارياس خلي الكرة هي اللي تجري يا ولد، اعمل اتاحة فرصة، قال لك لا، هياخد انذار، هياخد انذار جورج كواسي حكم المساعد طالب سالم المري الحكم المونديالي اللي كان حاضر في كأس العالم في روسيا، هو اللي اشار لسلمان الفلاحي. وانا بقول لسلمان الفلاحي كان ممكن يعمل اتاحة فرصة ثم يعود للناحية الادارية والانذار. حاجة جميلة حصلت قوي 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 دلوقتي، لو حمد الكواري المخرج يجيبها لنا، واللعب متوقف. محمد صلاح النيلي راح سلم بل وحضن سامي الطرابلسي مدرب السلية، رغم ان هو بيلعب في العربي لانه عارف ان هو مدربه السابق، وهو كان سر من اسرار تطور مستواه من بعد الريان مع السلية ثم بعد ذلك اصبح في العربي. فكانت لقطة جميلة وفيها وفاء وفيها احترام وفيها تقدير، وما أثرتش على أي حاجة، الحاجات الصغيرة لازم ما نسيبهاش قدر الإمكان. أدي على طول أحمد فتحي، بص العميق عملها قطر المرة دي ليوسف رمضان، ولكن يوسف كان لازم يروح لها بدري شوية
خلاش تنزل على الأرض، طلعت رمية تماس. جورج كواسي في نص ملعب النادي السلية بداية اللعب، غانم القحطاني، مجد الصديق لعب في المكان ده كتير، مجد الصديق كباك يمين مش بس لاعب وسط مدافع. تاني على طول عميقة جارديل، 3 على 3 بقت 3 على 4. العربي بيحاول يعمل هجمات مرتدة، محمد صلاح النيلي إلى مايلسون، إلى محمد صلاح، تاني على طول إلى جارديل، كان عايز يسند عشان يشوط لكن راحت. عبد الله ما عرف إيه، جايين ورا بعض كويس، أدي عبد الله يصوب، ولكن فين يا عبد الله؟ فين؟ إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. أصل المكان يغري، يعني مسافة 30 32 ياردة والطريق مفتوح تغري، لكن قلشت وجريت من على وش رجله الخارجي عبد الله ما عرف ايه. لوكا زعلان بيقول مش عايز افقد كرات سهله، احنا وصلنا لهنا مش هشوط وخلاص، اعمل باص لزميلك اللي ناحيه اليمين وبلاش تضيع يا عبد الله بالشكل ده. وبيشتكي لاحد معاونيه انه عارف ان الماتشات اللي زي دي الفرص مش هتبقى كتير. ماتش مهم جدا وحساس ما بين فريق في المركز الخامس وفريق في المركز السادس، وصراع المربع الذهبي هو هدف الفريقين. تاني عبد الكريم سالم العلي، أمامية، مكان كويس لكن مقطوع على طول. نزير بالحاج، نزير في أقصى اليمين، فهد في أقصى اليسار، الاثنين فاتحين عرض الملعب لنادي السلية، والخطأ في العمق، الحكم قريب يقول العب، مش ممكن مش ممكن، حسبها هدف، حسبها هدف. هتعمل مشكلة، هتعمل مشكلة. لعيبة النادي العربي منتظرين ان الكرة تتلعب والحكم يدي القرار ويبعدوا العشر ياردات، لان بينه وبينكو ده مكان بتاع العشر ياردات، ولازم هيتعمل حيطة ولازم الحكم هيستنى. لعيبة السلية لعبوها بسرعة وراحوا سجلوا الهدف. مسعود الزراعي اعترض، الحكم حس العدد كتير والاعتراض هيزيد، طلع الانذار، وبالتالي واحدة واحدة الامور ممكن تهدى. لكن انا بقول سلمان فلاحي ادى قرار اللعب في مكان بيحتاج الى التوقف لعمل الحائط البشري، هنشوف وهنعيد لعبة قد تتسبب في مشكلة في المباراة بدون داعي، بدون داعي. بنلعب في الدقيقة 24 من عمر المباراة. سلمان فلاحي ادى انذار، وادي هيدي انذار تاني، انذار تاني للبرازيلي، انذار تاني لفارياس، وكان انذار لمسعود الزراعي للاعتراض. ورينا الاعاده يا حمد، ورينا الاعاده، حمد الكواري مخرجنا مع 17 كاميرا النهارده. بص هنا الفاول، الفاول ده يا جماعه، الفاول ده لعيب، بص لعيبه جايين والحارس كمان هتلاقيه جاي عشان بيتعمل في 10 ياردات، حتى ما تلعبتش من مكانها، حتى ما تلعبتش من مكانها، خصوصا الحاجات دي محتاجه حكمه شويه يا سلمان. انت حكم كويس وعامل موسم كويس والسنه اللي فاتت كويس، حاجات بسيطة ما داعي ليها يعني. ودي طبعا فرحة فرحة فرحة، وهدف أول، يتقدم السلية بهدف مقابل لا شيء. ودي مسعود الزراعي طبعا هيجن جنونه، حمد الكواري هيعد لنا تاني اللعبة برضه عشان الناس تقرب منها أكتر وتعرف إن كان يجب التوقف وعمل العشر ياردات ولا لأ. أدي سلمان فلاحي حكم اللقاء. لكن الحكم شاف انه ادى الاذن، خلاص ادى الاذن، هو القانون بيقول كده، من مكان حدوث الخطأ والحكم يدي الاذن، الحكم ادى الاذن، بس هي ما كانتش من مكان حدوث الخطأ، كان على بعد 3 4 ياردات، والثلاث اربع ياردات في مسافة قريبة من المرمى في لعيبة بالوضع ده تفرق. عموما يستأنف اللعب، 1-0 لصالح نادي السلية، 1-0. أحمد إبراهيم، ضربة الرأس على طول من موريسيو جونيور، يرجع إلى سعود الخاطر، سعود على الصدر جاسر، تاني على طول محاولة، يجتهد جاسر يحيى في نص الملعب جنب عبد الله ما عرف إيه. لكن الحلو في نادي السلية إن رتمهم سريع، غانم القحطاني ونزير بالحاج ورشيد وتمركز عبد القادر. ادي الاوفسايد، ادي الاوفسايد، جاي من الاوفسايد فعلا، حكم مساعد دولي عالمي طالب سالم المري،
غانم القحطاني. الحكم الرابع بيتكلم مع الجهاز الفني للنادي العربي على اعتبار بيقول له يعني ما تخرجش من المنطقة الفنية الخاصة بك، بيقول له انا في مكاني يعني ملتزم، كلام بكل ادب وبكل احترام وبكل تقدير من الاثنين لبعض. الحياة سعود الخاطر بيغلط سعود، وممكن تكلفه كتير، ممكن تكلفه كتير، وضربة ركنية، ضربة ركنية سعود الخاطر يخطئ خطأ كبير، عايز يعمل احسن حاجة لفرقته، لكن لازم يعرف ان احسن حاجة انك تطلع ان شاء الله ضربة ركنية. احسن حاجة هي أأمن حاجة يا ولدي، احسن حاجة هي أأمن حاجة يا ولدي. سعود الخاطر لكن تطلع ضربة ركنية تاني على طول لجارديل. النادي العربي بيحاول يعدي، لكن نزير بالحاج في الحاجات دي شاطر جدا، وسعود الخاطر يدخل ويحل المشكلة. سعود على طول بإيده إلى عبد الكريم سالم العلي. رشيد في الناحية العكسية ما بصش عليه، رشيد كان بعيد قوي، هو شاف مش هيقدر يوصلها. أدي عبد القادر إلياس، 1-0 النتيجة حتى الآن مشاهدينا الكرام. أدي الضغط القوي العنيف، لكن تطول على طول إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. فهد يوسف لكن يضغط عليه بقوة وتطول منه. الدقيقة 28 من عمر اللقاء. لوكا الهدف اللي جاء يعني يهد ويهمد ويزهق ويزعل وحاجات كتير، ولكن الاحترافية والمدرب والكوتش والخبرات تخليه عارف ويعتقد ويتوقع ان ده ممكن يحصل، هو ده الفرق. ادي الباص العميق تاني، بيحاول النادي العربي وبيضغط، لكن دفاع السلية يعود وبست لاعبين في حال الدفاع. عبد الكريم سالم العلي لغانم القحطاني، لعيب كويس، لاعب ارتكاز كرته كويسه غانم. يا ولد مشيت معاك كويس يا ولد، تروح لاحمد فتحي، تغطيه بتاعت احمد والعمق الدفاعي اللي عامله وكرته الحلوه على طول ينقذ الموقف. جارديل 1-0 للسلية، 1-0. احمد ابراهيم لكن ذكاء لعيبه السليه كان عالي في لعب الفاول بسرعه والتسجيل والمرمى خالي. رشيد وعبد القادر خبرات عاليه جدا. ادي الباص الامامي محمد صلاح النيلي، الاستلام مهم يا محمد، بس 2 وسط 6 لاعبين لابسين ابيض. ادي محمد صلاح بيعدي ويمر، ولكن الدفاع يستخلص، وغانم القحطاني اللي عامل ماتش كويس قوي. الولد بص اهو كان لسه في الشمال راح في اليمين، كورته جميله، بيتمركز كويس وبيدافع كويس. ادي غانم لرشيد لنزير، رتمهم سريع لعيبه السليه، رتمهم اسرع من رتم لعيبه النادي العربي. وادي نزير، لا 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 لا، قطار السليه السريع، قطار السليه السريع غير محطته من السد بمشوار كبير عظيم، انطلق مع السليه. وادي الانطلاقه، وادي الاختراقه، ولكن خلاص يمنعه احمد فتحي من تكرار استفاقه. ضربه ركنيه لصالح نادي السليه. ادي نزير بالحق، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه ويحميه، لعيب كبير جدا جدا جدا، امكانياته عاليه قوي قوي قوي، 37 سنه وما شاء الله بيقدم عروض محترمه الحقيقه. وادي مسعود الزراعي اللي تالق في اول ثانيه من عمر المباراه وكاد ان يسجل السليه لولا براعته، خد انذار للاعتراض على الهدف. الركنيات 2-1، ضربه الراس على طول وانقاذ، انقاذ عبد القادر الياس، بسم الله ما شاء الله بينزل من السماء ما بيطلعش من الارض، ثم تصويبه كان عايز يعملها اوفر مجدي الصديق لكن تطلع بره على طول. شوف الحكم هيعمل ايه، ادى فرصه للاعبين يشربوا ميه. ادي عبد القادر الياس ما شاء الله، لكن تمركز دفاعي جيد الحقيقه من يوسف رمضان، انقذ مرمى العربي من هدف تاني. فرصه لشرب المياه وفرصه حمد الكواري هيعيد لنا الهدف من بدايه اللعبه، ثم على طول استئناف اللعب والحكم قريب منها، والحكم قريب منها. هذه الفاول اهو، بص الفاول اهو، بص اللي واقع فين مكان الفاول والكره محطوطه فين، بص اتلعبت على طول اهو مش من مكانها، والحكم مد ظهره لقاها جريت راحت. انا لو مكان لعيبه النادي العربي طبعا لازم ازعل واغضب وانفعل واعترض لازم، ولو مكان لعيبه السليه وجات لي الفرصه هعمل اللي عمله لعيبه السليه واحاول العب بسرعه من نفس المكان.
يعني شوف موقف من المواقف الصعبة الحرجة، لكن لازلت بقول ان كان على الحكم سلمان فلاحي، خصوصا ايه يا جماعة ان الحكم طلع الرشاش اللي في ايديه عشان يحط مكان الكرة ويحط اللون الابيض، يحط الاسبراي في اللعيبة، شافوا الحكم بيطلع الاسبراي، معناه ان انت لسه بقى هتحط مكان الكرة وهتعد 10 ياردات وهنعمل حائط بشري، ومين هيقفل الزاوية القريبة والبعيدة؟ بصوا لقوا الكرة في الشبكة، بصوا لقوا الكرة في الشبكة. وهنا حوار الحكم الرابع ناصر الدوس مع الجهاز الفني للنادي العربي، محمد صلاح النيلي بيتكلم مع الحكم الإضافي يوسف الشرشني، وكأنه بيقول له بالله عليك يا يوسف دي جون، مش كان لازم كده الفاول يتأخر ويتلعب من مكانه ونقف في مكاننا؟ التاني قال له أنا ما أعرفش، مش شغلتي، دي شغلة الكابتن سلمان فراحي واللي هو قاله صح وخلص نفسه. ومحمد صلاح جميل مجرد بيتناقش مش أكتر، ورايح تاني يتكلم دلوقتي مع الحكم برضه، بص ساب الحكم الإضافي رايح للرابع، حاسين إن هم تعبانين، حاسين إن هم من وجهة نظرهم مظلومين. وجماهير النادي العربي المخلصين دائما وأبدا إلى ناديهم أيا كانت الظروف، وأيا كنا في الشتاء أو في الصيف أو في الربيع أو في الخريف، جمهور العربي دائما مع فريقه سواء في الملعب أو بالدعاء أمام الشاشات، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بفرحة كبيرة للنادي العربي وجماهيره الكبيرة. طويلة أمامية على طول، ضربة الرأس مجدي صديق، مجدي بالضغط تاني على طول وعلى مرتين، تحضير من جديد، البحث عن مجال التصويب لمحمد صلاح، محمد صلاح بيطلع له عبد الرحمن منصور، هو جاء من الشمال جاء في اليمين الى جاسر يحيى سداو السابق، عبد الله معرفي وش رجله خارجي جميله لمحمد صلاح، احتاج رتم اسرع شويه، ادي على طول نايلسون فارياس تاني على طول برجله الشمال يصوب، ولكن الى رشيد، شوف السرعه، بص التحول، بص نزيل بالحاج طلع له عمل له اوفرلاب هيديها له، فعلا اديها له، شوف الناحيه العكسيه في ثلاثه، في فهد وفي عبد القادر الياس، ومش ممكن مش ممكن، تغطيه دفاعيه في اللحظه الاخيره جميله للنادي العربي، برافو. في نص ملعب يوسف رمضان، دي 34 مشاهدينا الكرام، احداث كتير في الدي 34 او حتى هذه المرحله، رودريجو مدافع النادي السلية، في برا مصطفى محمد ميدو، في محمد مدسر، وفي النجم الخبرة الكبيرة مرغان الزين، وفي اللاعب اليمني الموهوب علاء الصاصي، وفي عثمان العاقب وعبد الرؤوف حسين والحارس عبد الرحمن محمد، دول بدلاء نادي السلية. فرصة كده أقول لحضراتكم على بدلاء النادي العربي إن شاء الله. غانم القحطاني نزير بالحاج، مجد الصديق لغانم، ده كلام يا غانم، ده كلام، خسارة يا ولدي، خسارة، انت لعيب كويس، ما تهملش وما تثقش فيها قوي، وادي انذار، لعبة زي دي انذار تاني وكارت احمر وملهاش لازمة اصلا، خلي بالك انت لعيب كويس، لكن احترم كل موقف وقدر كل لعبة، واعتبر ان دي لو اتقطعت ممكن ترجع عليك بجول، احترمها قوي. ادي الفاول اللي عمله، هو اصلا بيعمل الفاول هو متضايق ان الكره اتقطعت منه من الاول. يوسف رمضان، مايلسون، عبد الكريم لعبد القادر الياس لرشيد، تاني رشيد تحت الضغط بذكاء ياخد رمي التماس، ولد رشيد ده يا جماعه، لاعب الخرطيات السابق، السنه اللي فاتت جايب 13 هدف مع الخرطيات، السنه اللي قبلها جايب 7، ادي رشيد 33 سنه، اللاعب المغربي، لاعب الفتح الرباطي المغربي، لاعب اولمبيك خريبكا، لاعب الوداد الفاسي، لاعب فريق دبي، وكان ليه تجربه احتراف في بلغاريا مع نادي ليفسكي صوفيا، واحد ايضا من الانديه الكبيره اللي شاركت في دوري ابطال اوروبا واليورو ليج. لكن مكسب الحقيقه رشيد، نادي السيليه كان ليه قبل كده داجانو نجم بوركينا فاسو الهداف التاريخي للفريق ب 57 هدف، كان معاه ايضا فوزي عايش واحد من اللعيبه اللي ليها بصمه، عبد الله السيسي ما ننساش، وادي الكره اللي بالعرض وضربه الراس تعدي تاني من جديد، عبد الرحمن الحرازي واحد ايضا من اللي ادوا اداء جميل مع السليه في السنوات الاخيره، الان مع الريان، تاني على طول
ادي الانطلاق محمد صلاح. يا ولد يا ولد يا ولد على تغيير الاتجاه، يا ولد على السرعه الجميله، لكن الخبره الخبره مجدي صديق. ومحمد صلاح عايز ضربه جزاء، الحكم قال له ابدا ابدا. اوعى تفتكر ان انتوا زعلانين من الهدف يخليني يعني اتسرع في ان انا احسب ضربه جزاء. بص الحكم سلمان فلاح يا جماعه مؤمن تماما بالقرار اللي خده بتاع الهدف اللي اتسجل. بعض الحكام تلاقيهم فورا يحاول يعوض، يعني لو كان عنده احساس انه ظلم حد، لكن سلمان فلاحي عنده ثبات وعنده قراره وواضح جدا جدا جدا. محمد صلاح بيجتهد جدا. ادي نزير بالحاج، واحد من اهم لاعبي السيليه الحقيقه، وغانم القحطاني لنزير بالحاج. لعيبه السيليه بتتحكم في رتم اللعب، بيبطئوا اللعب احيانا واحيانا سريعه. ادي عبد الكريم سالم العالي للرشيد، ضربه الراس على طول تعود من احمد ابراهيم. 190 سنتي احمد، 189 ما شاء الله، طول ممتاز. البرازيلي جارديل. الجولة الأخيرة، المباراة الأخيرة في الجولة السابعة لدوري نجوم كيو ام بي. السد والدحيل على القمة ب 16 نقطة، ومؤجل لكل واحد فيهم مباراة. الريان 14 نقطة المركز الثالث، أم صلال 13 نقطة في المركز الرابع، المركز الأخير الخور نقطتين اثنين. خرطيات عرف طريق الفوز وجمع ثلاث نقاط. قطر بصامويل إيتو، وتاريخ قطر الكبير العاشر بأربع نقاط. الأهلي العميد وما شاء الله مستمر، نعم ما شاء الله مستمر مع النادي الأهلي بستة نقاط في المركز التاسع. شحنية سبع نقاط في المركز الثامن. الغرافة سبع نقاط في المركز السابع. لا يجوز لا يجوز. ضربة حرة لصالح النادي العربي. عبد الرحمن، عبد الرحمن منصور من اللعيبه اللي بيستخدمهم لوكا في اكتر من مكان على مدار 90 دقيقه. هو اللعيب اللي مع الكره دلوقتي، يلعب باك شمال باك يمين، جناح شمال جناح يمين. احمد فتحي بدا يزيد في نص الملعب اكتر، تاني على طول، مش محتاج يغير من بره عشان يغير سيستم اللعب. عنده احمد فتحي في نص الملعب، في الملعب يقدر يغير طريقه اللعب جوه الملعب مش بس الخطه. يعني احمد فتحي جوكر بالنسبه له كعمود فقري، بيلعب ستوبر، يلعب ليبرو، يلعب وسط مدافع، يلعب وسط صانع لعب تحت راس الحربه. كان معاه خلفان السنه اللي فاتت، عملوا موسم ممتاز وانضم المنتخب قطر واصبح واحد من اللاعبين الدوليين للكره القطريه. احمد فتحي عبدون. ضربه مرمى لصالح النادي العربي، لصالح نادي السيليه. يلعب سعود الخاطر، مفيش لعبه خطره للنادي العربي. العربي مالوش غير لعبه واحده بس من كره ثابته، محمد صلاح النيلي طلعها فوق العارضه. وادي عبد القادر الياس وفرصه هدف ثاني، ولكن دفاع العربي يتدخل. نادي العربي مفيش خطوره على المرمى يا جماعه، بيجتهد بيكافح لكن مفيش حاجه على المرمى. هو ده اللي لوكا لازم يفكر فيه المرحله اللي جايه. وانا بقول ان لوكا ممكن يغير طريقه اللعب يعني من دلوقتي، باقي سبع دقائق، طلع احمد فتحي خلاص في نص الملعب، طلعه في نص الملعب، لكن لازال بيلعب بثلاثه في قلب خط الظهر، والباكين محسوبين على خط الظهر اوقات كتير ونص الملعب في بعض الاحيان. يوسف رمضان جاي بيضغط، ومن الشمال عبد الرحمن، يعني رايحه لثلاثه خمسه اثنين. الاثنين هم ماليسون ومحمد صلاح، هم الاثنين قدام وثلاثه ورا، وبعد كده في خمس لاعبين في نص الملعب. ثلاثة خمسة اثنين بيلعب النادي العربي. في حالة الدفاع بتبقى خلاص خمسة أربعة واحد أو خمسة ثلاثة اثنين، زي برضو ما احنا بشايفينها دلوقتي، لكن مفيش شراسة في الأداء. منطقة الهجومية مفيش عمل تكتيكي واضح، مفيش حاجة واضحة، في اجتهاد لاعبين وقدرات لاعبين، لكن السلية لا، ليهم معالم، السلية ليهم معالم وعندهم قدرات لاعبين متوزعين عاملين اداء جميل، خصوصا نزير ورشيد. يمكن فهد يوسف مش قوي زيهم في الجبهه بتاعته، رغم ان معاه في جبهته عبد الكريم. ادي بيعتذر جونيور، وفاول لصالح السيليه. ضربه حره يلعب على طول غانم القحطاني. سامي الطرابلسي 50 سنه، سامي الطرابلسي ربنا يديله الصحه، من 2013 هو مع نادي السيليه، استقرار فني على عناصر الفريق، ولما الفريق بيتعرض لمشكله بيتدخل عبد الله العيده الحقيقه في استقطاب محترفين مهمين جدا جدا جدا، دي كلمه حق لازم تتقال.
بيدي الفرصة للمدرب يعمل اللي هو عايزه، ما بيتدخلش في شغله أبدا، ولما يلاقي إن في بعض المشاكل ويحتاجه يقول له إيه، يقول له لاعبين، يروح جايب له اللاعبين الكويسين، والأمور ماشية بشكل كويس. إمكانيات ليست إمكانيات الدحيل والسد زي ما عبد الله العيدة قال، ولكن دايما السلية أصبح رقم صعب في كرة القدم القطرية، ودي إضافة ومكسب كبير الحقيقة للنادي ومسؤوليه. دايما بنقول مسؤوليه عبد الله العيدة كرئيس، لكن هناك مجلس إدارة وهناك فريق عمل يعمل على أعلى مستوى، لهم جميعا كل التقدير. وادي الناحية العكسية، عبد الرحمن، فرصة تعادل، وسعود الخاطر، برافو يا ولد، برافو يا سعود، كان هيسجل محمد صلاح من كرة اللاعب البرازيلي فارياس مايلسون، ولكن سعود الخاطر يتدخل في الوقت المناسب، برافو يا سعود. تاني أخطر لعبة للنادي العربي في المباراة. نلعب في دقيقة 42، تدخل ورمية تماس، رمية تماس. بص اللعبة الحلوة، بص اللعبة الحلوة هي وعبد الرحمن، وادي العدد، ماليسون ما عملهاش كويس، النيلي بسن الحذاء كاد، ولكن برافو سعود الخاطر، توقيت ممتاز يا ولد، توقيت ممتاز يا ولد. راشد هيخرج، راشد الرشدي، معذرة معذرة راشد الرشدي، وأنا أقول غانم القحطاني، معذرة يا راشد، معذرة يا راشد. محمد مدسر بينزل، وبينزل راشد، وراشد الرشدي. من جديد، لكن غانم القحطاني في نص الملعب عامل ماتش كبير الحقيقة، خد إنذار غانم، يعتمد عليه سامي الطرابلسي كحائط صد امام الاثنين الاستوبر، تحركاته من غير كره ممتازه، والكره في رجله كويسه. خروج راشد ونزول محمد مدسر، راشد لعيب تحت 23 سنه، خلاص ادي على طول اماميه الى جاسر، مساحه جميله، ادي على طول يوسف، ولكن ملفش وسطه قوي، تطلع بره الى ضربه المرمى. يبقى محمد مدسر تبديل اول ل سامي الطرابلسي، بينما لوكا بيحتفظ بنفس فرقته، بنفس السيستم اللي بيشتغل بيه من اول دقيقه وحتى الان رغم التاخر بهدف. جمهور العرباوي في حاجه للتعادل. محمد مدثر من اللاعبين السريعين ايضا المؤثرين، يعني هيبقى نزير في الحاج باليمين ومدثر في الشمال. ضربة حرة، ياسين يعقوب كل اللي بيتكلم معاه، شيء من الهدوء. إصابة لفهد يوسف، سلامات يا فهد، سلامات. خبطات اللي بتبقى في خلف الرأس أحيانا بتعمل نوع من الدوخة الخفيفة كده يعني، لكن يطمئن عليه إن شاء الله يكون كويس، سلامات. ختام مباريات الجولة السابعة مشاهدينا الكرام على قمة وقائمة الهدافين حتى الآن، رقم قياسي كبير لبغداد بنجاح ب 14 هدف، أكرم عفيف 8 أهداف، يوسف العربي 7 أهداف، ساجبو نجم مصلال بستة أهداف، عبد القادر إلياس عنده 5 أهداف، ونام تايهي عنده 5 أهداف، فلاديمير فايز الغرافة 4 أهداف، رشيد 4 أهداف موجود في الملعب معانا، الغرافة بدون شنايدر بسبب الإصابة، أدي عبد القادر إلياس وأحمد إبراهيم. أهو بيقول له الكرة فاول هنا، إزاي لعبتوها بسرعة وإحنا لسه ما وقفناش في مكاننا؟ هتبقى حديث المجالس ليس فقط حديث خالد جاسم والمجلس في قنوات الكأس، خصوصا لو الهدف في نهاية المباراة أصبح مؤثر في النتيجة، وإن كان هو مؤثر في الأحداث بغض النظر انه هيكمل عشان يكون مؤثر في النتيجه ولا لا. لما تلعب الوقت ده كله وانت خسران، ولا تلعب الوقت ده كله وانت كسبان، كل دي اعباء على الفريق. نشوف مع بعض، عشان كده كل حاجه دايما من راي الحكم، اذا راى الحكم، اذا كان من راي الحكم، فالحكم شاف انها تتلعب، وجهه نظره. يوسف رمضان 4 دقائق وقت بدل ضايع، يشير بيهم الحكم الرابع ناصر الدوس، 4 دقايق. راشد الرشدي تبديل الوحيد في المباراة، خرج ونزل محمد مدسر،
من نادي السلية. ياسين يعقوب 23 سنة من النادي العربي موجود في الملعب معنا. رشيد بيضغط بيلعب هو وعبد القادر الياس قدام، ونزير بالحج كمان رايح معاهم. بص بص الضغط اللي بيعملوه، ولكن من التلت الاوسط للملعب غيروا بوزيشن الضغط، احيانا متاخر قوي واحيانا في التلت الاوسط. احمد فتحي بيدخل في المنطقه البينيه ما بين خط الوسط وخط الظهر، دايما مرحله ما بين الخطوط هي اللي بتلعب عليها الكلام كله. ادي احمد فتحي والباص الجميل يا ولد يا ابو حميد الى ماليسون يشوط على طول، ولكن سعود سعود الخاطر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. برافو سعود، ادي الهروب من مايلسون اللاعب البرازيلي، لكن سعود برافو يا ولد، تكنيك مظبوط وباص جميل معمول من احمد فتحي في اللعبه اللي فاتت. عبد القادر الياس طالع بدري قوي لاحمد ابراهيم، كان في سعد ناطق المدافع العراقي السنه اللي فاتت، كان جايب 3 اهداف بالمناسبه سعد ناطق للنادي العربي. تسلل وضربه حره غير مباشره على النادي العربي اللي هيلعب مباراته القادمه مع الغرافه، بينما السلية مباراته القادمة مع السد. ادي الانطلاقة تاني على طول، فهد يوسف حط الكرة على الارض ترجع له تاني، اشتغل برضو بالعرض احمد ابراهيم، تمركز ممتاز الى جارديل، جارديل يعمل ديلي ويرجع لورا لان ضغط السلية عليه اجبره في العودة للخلف. اقصى اليسار على طول عبد الرحمن الباك الشمال للنادي العربي، يرجع لاحمد ابراهيم. هنا احمد فتحي لازم يزيد في الوقت ده، احمد فتحي لازم يدخل في نص الملعب فوق، يطلع المنطقه اللي فيها عبد الله معرفيبل ويعديها كمان هي وجسر يحيى. لازم المجسر من الشوط الاول مع الاحتفاظ بتوازن الفريق، عادي جدا، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مجسر في تحركات لاعب مش هتاثر، خصوصا لو هتسيب 4 ورا، انت مش هتطلع وهتفرط في المكان. محمد صلاح النيلي بيجتهد جدا الولد، محاوله تحت ضغط، لكن سلمان فلاحي حكم اللقاء يقول لا شيء. ادي نزير بالحاج هياخد مشوار ولا لا؟ عمل فنت دخل في العمق، خلوه يشتغل بالعرض، برافو لعيبه النادي العربي، اوف سايد ولا ايه؟ يسيبها على طول الى سعود الخاطر. 17 كاميرا بيشتغل بيهم مخرجنا حمد الكواري لتقديم صوره وكل تفاصيل اللقاء لحضراتكم. استوديو تحليلي في الملعب الكابتن يونس علي والكابتن عبيد جمعه، مراسلنا ونجمنا الكبير وقائد النادي العربي السابق والدولي السابق كابتن محمد ادهام، لتقديم صورة فنية لحضراتكم قبل وبين الشوطين وبعد المباراة، ثم المجلس بعد ذلك مع خالد الجاسم، مع خالد الجاسم وضيوفه الكرام لتفسير وتوضيح كل ما حدث في لقائي اليوم. فالريان فاز على الشحنية، وحتى الآن السلية متقدم على العربي. عميقة إلى جارديل، أقصى اليسار إلى عبد الرحمن ظهير جناح، مستني محمد صلاح. عبد الرحمن، محمد صلاح دخل بين الخطوط كويس، برافو يا ولد، لكن راحت بسهوله قوي. بص يا جماعه العمل الجماعي الهجومي للنادي العربي فردي وحسب ظروفها، مفيش شيء متفق عليه، مفيش تركيبه معينه تحس ان في حاجه بتتعمل عشان حاجه. جارديل اللي قدامه فاضي بيديله، مفيش باص فيه ابداع، مفيش اختراق، مفيش تصويب. فرصتين بل اقل للنادي العربي في الشوط الاول، 3 فرص لنادي السلية وهدف واحد لنادي السلية، هدف يسجل في الشوط الاول لمصلحة رشيد اللاعب المغربي، يتقدم من خلاله النادي السلية على النادي العربي بهدف مقابل لا شيء بفرما. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات الكأس في كل مكان، أهلا بكم وسهلا، ودعوة لحضراتكم لتواصل مباراة أحداث مباراة ختام الجولة 7 لدوري نجوم كيو ام بي بتبديل مع بداية الشوط الثاني في لقاء العربي والسلية. شوط أول لصالح السلية 1-0 في ختام مباراة الجولة 7 لدوري نجوم كيو ام بي. نزول اللاعب أحمد النحوي بدلا من عبد الرحمن منصور. احمد النحوي كان انطرد في لقاء الخرطيات قبل كده، واحد من اللي بيلعبوا ستوبر بيلعب في نص الملعب، يلعب واحد في خط الظهر، واحد من 2 او واحد من 3. مجدي صديق من بين الاقدام والقدام، مجدي بيحب الحاجات دي يعملها، ما بالك لما تتعمل فيه. فكان فاول على مجدي صديق مدافع فريق السلية. احمد النحوي بديلا لعبد الرحمن منصور في النادي العربي.
ما ننساش محمد مدثر كان بدلا من راشد الرشدي اللي كان تسبب في الفاول اللي جاء منه الهدف للسلية. 1-0 للسلية باللون الأبيض، العربي باللون الأحمر، استاد حمد الكبير، ملعب النادي العربي يحتضن أحداث اللقاء. فهدي يوسف ينطلق، السرعة الجميلة اللي عند فريق السلية، عبد القادر إلياس قد يصوب، قد يصوب، يصوب، لكن يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد، روعة 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 من ياسين يعقوب، برافو ياسين. ياسين وصاد وعين وقاف وكاف وكل الحروف، تقدم وضغط دون خوف وأنقذ الموقف إلى ضربة ركنية، برافو ياسين يعقوب. سلية عندهم تحول سريع قوي قوي من الدفاع للهجوم، فالنادي العربي هو بيهاجم لازم يكون حريص على الهجمات المرتدة اللي ممكن يعملها عليه لعيبة السلية، سواء من حيث السرعة أو من حيث العدد، لأن السلية بيعملها بالحاجتين، بسرعة عالية وعدد لاعبين دايما مؤثر وكتير. فهد يوسف وضربة ركنية لصالح السلية اللي متقدم 1-0. ضربة الرأس على طول أحمد إبراهيم المدافع العراقي إلى مايلسون فارياس، لكن تطلع برا إلى رمي التماس لصالح السلية. رمي التماس، مجدي صديق بخبرته بيحاول يهدي الأمور شوية. سامي الطرابلسي مدرب السلية سعيد تماما بهدف التقدم، مفيش كلام. ادي على طول تاني التقدم، حاولة مرور ولكن عبد القادر الياس يقفل عليه يوسف رمضان بشكل جيد، قفل عليه في اللعبه الاخيره. تطلع تاني ضربه ركنيه جاي لها نزير بالحاج، ادي عبد القادر الياس برجاله الواسع ومهارته الكويسه، كويس على الارض وكويس في الهواء، من اللعيبه اللي كويسين في الكرات اللي على الارض واللي في الهواء، ومش كل اللاعبين الطوال او طوال القامه بيكونوا كده. نزير والضربة الركنية على طول سهلة في ايد مسعود الزراعي، يعمل هجمة مرتدة للنادي العربي، 2-3 مايلسون، لكن في توقيت مناسب غانم القحطاني بعمق دفاعي جيد الى نزير، منه الى فهد، عميقة الى عبد القادر، برع الخط تاني الى مجد الصديق، الى نزير بالحج في نص ملعب النادي العربي، يغير اتجاه اللعب ناحيه الشمال ناحيه الدرجه الثالثه، هناك مدرجات الدرجه الثالثه لعبد الكريم سالم العلي، لعيبه العربي قفله كويس، تتقطع وتروح الى جارديل، لازم يكون اكثر تاثير من كده جارديل. محمد صلاح النيلي ومايلسون، وادي جارديل كره تحت رجله، اشتغل بالعرض ثاني احمد فتحي اللي اصبح في نص الملعب بنسبه اكبر واكثر، احمد النحوي نزل عشان يبقى واحد من ثلاثه في خط الظهر، واحمد فتحي دخل في نص الملعب، هو مصر يلعب بالثلاثة ورا. ادي احمد فتحي تاني تحرر من الدور الدفاعي قوي في الشوط الاول واصبح في نص الملعب تاني على طول. عبد الله معرفي يا ولد لعيب، فرصة تعادل، مش ممكن مش ممكن، حلوة 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 حلوة، اجمل واروع لعبة في المباراة للنادي العربي، عظيمة عظيمة عظيمة. محمد صلاح واخد باص عبقري من عبد الله معرفي، ولكن طلع له سعود الخاطر وينقذ مرمى السلية من هدف التعادل. الله الله على الثلاثي، التلاتة عملوها والله كويس. سعود الخاطر حارس المرمى ابدع، محمد صلاح ضرب التسلل واستلم كويس وسجل، ولكن منعه من التسجيل في اللحظه الاخيره سعود الخاطر، وعبد الله معرفي عمل تمريره عميقه ممتازه يا ولد. تشتيت من الضربه الركنيه، احمد فتحي، رشيد لعبد الله معرفي، ضغط قوي الحقيقه بيعمله لعيبه نادي السليه. اماميه تاني، محمد مدثر بديل السليه في الشوط الاول لسامي الطرابلسي، حطه في نص ملعب احمد فتحي، احمد الباص الامامي على طول اقصى اليمين، اوف سايد، تسلل. طاقم تحكيم بقياده سلمان فلاحي، طالب سالم المري، محمد عبد العزيز مساعد ثاني، ناصر الدوس حكم رابع. ادي الباص اللي اتعمل في اللعبه الاخيره، دي كانت طبيعيه، دي كانت طبيعيه. مايلسون، حكام اضافيين النهارده عبد الرحمن الجاسم ويوسف الشرشني، يراقب الحكام الكابتن عبد الله البلوشي. عبد القادر الياس، رميه تماس، رميه تماس، بعد خطا وقع الطرد رونالدو في دوري ابطال اوروبا والشك ما بين كان يستحق الطرد ولا لا والكلام ده كله، الفار خلاص هيطبق من الجوله القادمه في دوري أبطال أوروبا في الشامبيونز ليج الأوروبي، لكن في الشامبيونز ليج الأسيوي
نادي السد ان شاء الله يوم الثلاثاء عنده مباراه غايه في الاهميه على استاد جاسم بن حمد امام بيرس بوليس في ذهاب دور نصف النهائي. السد اخر من حمل اللقب، السد واخد البطوله مرتين، السد يدافع عن الكره العربيه في البطوله بشكل عام، تحضير ثاني وتصويب لان كل الفرق العربيه خرجت، كان فريقين من قطر في ربع النهائي، خرج الدحيل واستمر السد، ثم السد الان موجود الحقيقه في وجود فريق ايراني وايضا فريقين اخرين من كوريا ومن اليابان. ان شاء الله تكلل الجهود بحصد لقب ثالث. الحقيقه من 2011 ما فيش فريق عربي فاز باللقب من غرب اسيا، في فرق وصلت للنهائي لكن لم تنجح في حصد البطوله، سواء كان الاهلي الاماراتي او الهلال السعودي او العين الاماراتي، كلهم خسروا في المباراه النهائيه او الجوله الاخيره. ادي انطلاقه ثاني على طول، محاولات مستمره وقائمه، الاهلي السعودي ايضا كان وصل للنهائي وخسر، لكن الزعيم في 89 على حساب الرشيد كان فاز باللقب مشاهدينا الكرام، ثم امام شون بوك كان الانتصار الجميل في 2011. اوف سايد، رايه مرفوعه على فهد، رايه مرفوعه وتسلل. معيزر والمرخيه على قمه الدرجه الثانيه بست نقاط في مباراتين، ثلاث نقاط للوكره، ثلاث نقاط للشمال، سمير بدون ولا نقطة، والبدع الفريق الجديد بدون ولا نقطة، لكن المرخية ومعيزر العلامة الكاملة في مباراتين وعروض جيدة. نزير بالحج، نزير عمل شوط أول كويس قوي، هل هيأثر عليه بدنيا ولا لا؟ جري كتير وعمل سرعات كتير، اتلعبت بسرعة نفس الفكرة تقريبا مع فريق المكان، تحضير والتصويب ولكن خارج القائم الأيسر. فرصة 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 للنادي العربي، لاعب البرازيلي مجتهد جدا جدا، ادي الانطلاقة، بص الفاوري اتلعب بسرعة مع فارق المكان طبعا، وهنا الحكم بيجري ومدي الاوكي، لكن في الهدف كان الحكم واقف وبيطلع السبراي من الشورت بتاعه عشان لسه هيعمل مكان اللعبة في الارض، يعني الكل كأنه بيقول اني لا ده لسه احنا واقفين راكنين ونعد 10 ياردات ونظبط الدنيا، ولكن اتلعبت على طول والحكم الحقيقة حسبها هدف. عبد القادر الياس، عثمان العاقب بيحضر نفسه من السليه، يا ترى هيكون مكان مين؟ كان بيسخن تسخين كويس، زود سرعاته عاليه، عمل اطالاته على الاخر، جهاز الدوري التنفسي بتاعه اشتغل شويه كويسين عشان يدخل جاهز، لان ممكن اول ما يدخل يعمل سبرنت سرعه عاليه قوي او انقباض وباور جامده جدا مثلا، وانقباض وانبساط وموقف فيه التحامات، فلازم يكون كل اجهزه جسمه جاهزه، جهاز الدوري التنفسي، المرونه للمفاصل، الاطاله للعضلات، ذهنيا يكون حاضر وتركيزه عالي، نفسيا يكون مستعد وعنده الرغبه والاصرار والتحدي، كل الحاجات دي كلها من خلال الاحماء. عشان كده الإحماء طالما هتدخل تلعب لازم يكون جسمك جاهز لأي موقف بنسبة 100%. أحيانا بنستسهل لكن بتعمل مشاكل. عثمان العاقب هينزل بديل لغانم القحطاني، عمل ماتش كويس الحقيقة غانم، كان خد إنذار الشوط الأول واجتهد كتير جدا جدا جدا، لاعب الوسط المدافع اللي عامل شوط بنقول عليه شوط جيد جدا في الشوط الأول، لكن لازم يراعي بقى ان في فريق مغلوب ولازم يطلع بسرعه شويه، الحاجات البسيطه الصغيره، واحد غيره يقول لك انا كسبان يا اخي اطلع براحتي، اطلع براحتي، اهو بدا لعيبه العربي يقولوا الحكم خليه يطلع بسرعه. اهو يوسف رمضان بيقول الحكم، هو فعلا بدا يشعر بالموقف، خدها جري شويه وبيتحمل على نفسه، دي حاجات كويسه، نقول اللي ليه ونقول اللي عليه، لكن برافو يا ولد عمل ماتش كويس، برافو غانم القحطاني، وبيدفع بعثمان العاقب بدلا منه. واحد صفر النتيجة لازالت حتى الآن، هدف لرشيد اللي رفع رصيده التهديفي للهدف رقم 5، يتساوى مع عبد القادر إلياس ليبقى هداف البطولة بغداد بنجاح ب 14 هدف وبفارق 6 أهداف عن أكرم عفيف، 8 أهداف اللاعب الشاب اللي ثبت أقدامه وأقنعنا وأقنع الدنيا كلها إنه حاجة عظيمة وجميلة، وتجربة احترافه أكيد
تجني ثمرها مبكرا وتجني الكرة القطرية ثمرها مبكرا. وهي الدعوة اللي كانت بقية اللاعبين اللي طلعوا في عديد الأندية إن شاء الله كل استفاد. حوالات على طول جاسر عبد الله معرفي أحمد إبراهيم عبد الله معرفي أحمد إبراهيم مين في نص الملعب هيستلم عشان يحول اللعب للمنطقة الأمامية. هذه ياسين برضو عالية معرفش ليه بتديها له فيها مشكلة اديها له على الأرض يا أخي هو لسه هيستهجه اديها له عشان يشتغل على طول ادي زميلك الباص صح عشان هو يشتغل بسرعة لكن هتديها له عالية ولا هتلفها له لسه بقى هيحاول يعني يطبطب عليها ويشوشها ويحكي لها حدوتة عشان تقف وتبقى ثابتة وحلوة لا ما ينفعش أيوة الباص السريع الصريح البسيط الواضح وعايزين الباصات تبقى سريعة شوية خلوا الباص سريع يا جماعة الملعب بيترش قبل اللعب عشان الباص السريع الحلو ادي تغيير اتجاه اللعب بقالنا ربع ساعة في نفس المكان ده للنادي العربي ما تغيروش شوف يا جماعة يعني عيد الساعة وشوف كم ثانية الكرة في المكان ده للنادي العربي تغيير اتجاه اللعب اقصى اليسار استلام بدوران بتغيير اتجاه يوسف رمضان اللي اصبح ناحية الشمال في نص ملعب عبد الله معرفي الى يوسف رمضان اللي دخل في العمق تاني صغيرة نائلسون الى احمد فتحي يغير اتجاه اللعب جميلة 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 الاستلام مش مظبوط ده كلام ده كلام يا ولدي ده كلام يا ولدي خسارة خسارة جاسر كان في مكانه معمول له باص حلو قوي جمهور النادي العربي زعلان وغضبان والمدرب بيحاول الحقيقة المدرب لوكا يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه بينما مساعده الرويسي التونسي يعني دي له وجهة نظره ورؤيته وخبرته ايضا مساعد مدرب خبرته كبيرة جدا ورؤيته ممتازة وشخصيته كويسة ومحترمة الكل بيقدره تماما تاني على طول محاولة المرور ولكن رمي التماس نادي السلية بسامي الطرابلسي عاملين ماتش كويس بيضغطوا من قدام كويس عنده عناصر لعيبة كويسين خبرات وسرعات تاني على طول فاول لصالح النادي العربي فاول لصالح العربي الأسبوع اللي جاي الغرافة يلعب مع العربي وقطر مع الخرطيات والخور مع الريان والشحنية مع الأهلي والدحيل مع أم صلال والسد مع السيلية دي من مباريات الجولة رقم 8 مشاهدينا الكرام حاولات أحمد فتحي أحمد فاول فاول هل هنا ممكن تتلعب بسرعة بنفس الطريقة هل لعيبة العربي ممكن يلعبوها بسرعة ويروحوا يسجلوا مش في دماغهم رغم انها اتعملت فيهم ولو عملوها الحكم مش هيقول لهم حاجة كان لازم يكونوا فاطنين تماما ان يحاولوا يكرروها ولكن لعيبة طيبة قوي اللعيبة طيبين قوي لو انا من لاعب من لعيبة العربي اجيبها بسرعة واحطه لزميلي ونروح نجيب جون وتبقى واحدة بواحدة مش كده ولا ايه لكن لعيبة السلية اذكياء حارس المرمى ما طلعش من مرماه وفي خمسة جم وقفوا قدام الكورة قالوا له هتروح فين يا اللي ناوي اذا كنت ناوي ادي خمسة في الحائط البشري مسافة 18 متر عن المرمى 18 متر 18 ياردة حوالي 17 متر فهي بره منطقة ال 18 بمتر وحتاية كده صغيرة قوس الدايرة ده على بعد 22 ياردة من المرمى وعلى بعد 12 ياردة من علامة الجزاء قوس الدايرة من فوق ضربة حرة هيلعب جارديل فرصة التعادل للنادي العربي قد تكون أقرب فرصة جارديل البرازيلي العربي يبحث عن التعادل يمتلك الأدوات ووصل لمرحلة التعادل بالفعل أكثر من مرة آخر مرة أنقذها سعود الخاطر باقتدار الضربة الحرة وجارديل سعود يا سعود يرفض للعربي أن يعود ويتصدى ببراعة لتصويبة جارديل برافو سعود الخاطر برافو يا ولد برافو يا ولد تاني على طول نادي العربي بياخد الكرة بسرعة أحمد النحوي أحمد النحوي جيل عبد الله معرفي وجيل محمد العبيدي وسياف الكربي وعبد الكريم سالم العلي كانوا جيل واحد في أصباير ومنتخب الناشئين والشباب والأولمبي
بس كان اصيب بقطع في الرباط الصليبي، عطله شويه الولد ده، كان طالع طلعه كويسه. تاني على طول ياسين يعقوب لاحمد فتحي، احمد ابراهيم 52% سيطره مقابل 48 لا زالت مستمره. احمد ابراهيم ينطلق واقصى اليمين على طول، ولكن الى ضربه ركنيه اتعملت حلوه الحقيقه من جاسر. ضربه ركنيه. محمد سالم المال من النادي العربي بيحضر نفسه بره، تبديل بيحضره لوكا. ادي على طول عبد الله معرفي تصويبه من بعيد لكن تبعد الى ضربه المرمى عاليه جدا. وادي لوكا كانه بيقول لهم يلا هنزل معاكم ولا ايه، يلا شد حيلكم. ادي الهدف اللي كان يبحث عنه النادي العربي، ولكن تصدى سعود الخاطر. سعود لعب على رده الفعل، ما لعبش على التوقع. خروج جاسر ونزول محمد سالم المال عشان يعمل ظهير جناح ناحيه اليمين. محمد سالم المال بيلعب ظهير وجناح ناحيه اليمين، وان كان هو اصلا راس حربه لكن لا مانع. خروج جاسر ونزول محمد سالم المال في النادي العربي. حاولات من لوكا لانقاذ الموقف، فرصه كبيره، ولكن سعود الخاطر تطلع على طول الى ضربه ركنيه. مفيش فهد خلفان النهارده، مش موجود معانا ولا مصطفى عبدي. ادي محاولات فارياس مستمره. ضربه ركنيه للنادي العربي اللي بيجتهد جدا جدا في محاوله العوده للمباراه والتعادل. هدف كان وحيد الشوط الاول سجله رشيد لاعب السليه. الركنيه على طول سريعه وعاليه لكن يطلع الى ضربه المرمى. حكم اللقاء يوقف اللعب. طبعا اصابات الراس دايما ايقاف اللعب فورا ونسبه اتاحه الفرصه فيها ما بتكونش موجوده. قانون كره القدم من اجل سلامه خاصه باللاعبين والعداله ما بين الفريقين واللاعبين والمتعه لتصدر للمشاهدين. ضربه ركنيه تاني. ضغط النادي العربي في حراسه للقائم القريب في السليه، ما فيش حراسه للقائم البعيد. وادي الرقابه على محمد صلاح. محمد صلاح ذكي وسريع ورشيق، فممكن تلاقيه كده خاطف اللعبه كده. ماليسون، احمد ابراهيم، احمد واقف قدامه يعني على اعتبار يقفل الطريق كده ويحضر له طريق كويس قدامه بشكل كويس. احمد النحوي ادي ضربه الراس، كره المشتركه اللي فاتت لكن سلامات الحمد لله ان هو كويس. لكن شوف 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 جونيور رايح حاطط راس براس، حاطط راس براس. الاماكن دي لازم اللعيب عموما يكون شجاع لعيب كره القدم، لكن حارس المرمى والاثنين الاستوبر بالذات نسبه الشجاعه عندهم لازم تبقى عاليه قوي، لان دايما دول في موقع نسبته اكتر التحامات ومنع المنافس انه يوصل للكره الاول، فدايما رايح دايما شجاع، مفيش تردد، ما يخافش، ما يتراجعش. بعشر لاعبين النادي العربي هتتلعب الضربه ركنيه. اتلعبت على طول تاني برضو عاليه فوق، ولكن ترجع الى ضربه المرمى. الى ضربه المرمى. المستوى الفني للمباراه مش كبير، مش عالي، بل مش كويس قوي، لكن في حماس وفي رغبه وقرب الفريقين من عدد النقاط وكلها 12 نقطه للفريق ده والفريق ده، يعني مخليه الحماس اكتر طبعا. وان كان السليه له لقاء مؤجل مع الدحيل من الجوله الخامسه. سد كزعيم بطل اكثر عدد مرات حصد اللقب 13 مره، وان كان الدحيل رفع عدد مرات فوزه الى 6 مرات ببطوله الدوري في 8 مواسم. 6 بطولات دوري في 8 مواسم وبطوله كاس سمو الامير للدحيل، رقم صعب في الكره القطريه، وكاد ان يقدم مفاجاه هذا الموسم ويصل للنهائي ويحصد اللقب، ولكن خرج في ربع نهائي دوري ابطال اسيا. من جديد مجدي صديق دخوله في العمق، دخول مجدي صديق في العمق لزيادة الخبرة وحسن التمركز طبعا والتأمين، ومدسر أيضا كمان جنبه، وعثمان العاقب وكأنه هو اللي أصبح باك يمين. تغييرات بيعملها سامي الطرابلسي بالفعل، بيرجع مجدي صديق في نص الملعب عشان خبرته
والخطوط بتحتاج لعيبة جريها أكتر وسرعتها أكتر. حط ولد صغير أحمد فتحي على طول تحت الضغط والحصار. مايلسون محمد صلاح، محمد صلاح النيلي، محمد لازال بيحافظ على كورته. بص الولد اللي لسه نازل، بص منزل عثمان العاقب، عارفه هيعاقب أي حد يحاول يروغه. تلعبت على طول أحمد فتحي، حلوة قوي يا أبو حميد، حلوة، ولكن يا سبحان الله محمد سالم المال لسه نازل، وأحمد فتحي بيعمل له باص جميل جميل جميل، قطرية عميقة روعة روعة روعة، ولكن يعني أطول من اللازم، حاجة بسيطة قوي قوي قوي. لسه نازل حالا محمد سالم المال، هو أصلا مهاجم وهداف، ولكن تم استخدامه كظهير أيمن ونجح الحقيقة فيها، خصوصا في 3-4-3. ضربة مرمى الدقيقة 67، عبد القادر إلياس، هدي هجوم نادي السلية شوية ونشاط واضح للنادي العربي. يوسف رمضان، يوسف رغم انه باك يمين لكن جاي يلعب هنا باك شمال. ادي محمد مدسر الى فهد، يغير اتجاه اللعب، ولكن احمد ابراهيم على طول يشتت وعلى جنب. مهم يا احمد انها تنزل للعيب زميلك، يعني انت لابس احمر نشن على اضمن لاعب احمر تديها له، وان ما كانش خلاص ما فيش مشكله. ادي رشيد، رشيد مختفي بقاله فتره، مدسر اتقطعت منه. احمد ابراهيم، برافو يا ابو حميد، برافو يا ابو حميد. لاحمد فتحي، تمريراته جميله قوي قوي، قطريه وجميله. خسارة احمد فتحي يلعب في خط الظهر وقت كتير زي الشوط الاول، مش معقول كده. تاني على طول محمد صلاح، نادي العربي افتقده كتير خصوصا السنه اللي فاتت، عامل موسم ممتاز. ادي محمد صلاح بيحاول تاني لمحمد سالم المال، ادي الكره العرضيه ترجع تاني على طول لاحمد فتحي. لازال النادي العربي مسيطر، لكن ما فيش اللي يفنش على المرمى الحقيقه او اللي يشوط تصويبه كويسه. تاني على طول احمد فتحي، احمد سرعه الكره صفر وسرعه اللعب صفر، فالمدافعين مرتاحين والموقف قدامهم كلهم. احمد النحوي واحد من مدلاء النادي العربي في لقاء النهارده. تبديلين لكل فريق. تاني على طول محمد سالم المال، عمل نشاط الحقيقه في الجبهه اليمين، تبديل كويس من لوكا بخروج جاسر يحيى اللي مع الوقت اصبح باك يمين، لان يوسف رمضان جابك شمال ونزل محمد سالم المال. تاني على طول احمد فتحي، لوكا مدرب كويس بس تبديلاته او افكاره متاخره شويه في الماتش. يعني الشوط الاول ما كانش لازم تفضل تلعب بثلاثه كتير وتحولها لاربعه واحمد فتحي يدخل في نص الملعب، هيعمل لك سيطره خصوصا فرقتك كانت قريبه شويه. تاني على طول هتخد تحت الضغط، ماليسون حاول يعد ويمر، ولكن القادم كان امر الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. 7 بطولات دوري و8 بطولات لكاس سمو الامير لنادي العربي، وبطوله كاس ولي العهد مرة واحدة كانت سنة 97. مشوار طويل للنادي العربي، نادي القرن هنا في كرة القدم القطرية، القاعدة الجماهيرية الكبيرة والحب الكبير لفريق الأحلام، تخطى حدود الوطن، تخطى حدود قطر وامتد إلى الخليج، كل الخليج، بل ليس فقط هنا في عرب آسيا بل في عرب أفريقيا. ولكن العربي بقاله فترة يبحث عن نفسه، وإحنا معاه نبحث معه عنه. مجد الصديق، عثمان، مدثر لمجد الصديق جونيور، عبد الكريم سالم العالي لنزير بالحق. من زمان السلية ما عملش 5-6 باص زي دول. رشيد اتعمل له اوفرلاب ولكن اتقفل كويس. احمد ابراهيم يا سلام عليك ولد، برافو يا ابو حميد، برافو يا ابو حميد، اعمل السهل. ايوه كده، ايوه كده، قبل ما تروح شوف الخريطة أخبارها إيه، شوف خريطة الطريق أخبارها إيه، ما ترميش نفسك في حضن اللي ضدك وفي الآخر ممكن الكرة تتاخد منك ومكانك فاضي. قبل ما توصل للمنافس تكون قررت نويت على إيه. محاولة مرور وفاول للنادي العربي. أدي عبد الكريم سالم العلي، نشاطه قل شوية. اتبدل عليه 3 لاعبين عبد الكريم سالم العلي، راح عليه يوسف رمضان وراح عليه جاسر يحيى مع بدايه الشوط الثاني وراح له محمد سالم المال دلوقتي. 3 بيلعبوا في الجبهه الشمال، عشان كده رشيد لازم يعمل حمايه. وادي الكره العرضيه وتغطيه عكسيه، برافو يا عثمان، عثمان العاقب، برافو يا ولد، لعب بمبدا الامان وادى ضربه ركنيه عربويه.
دقيقة 71 من عمر المباراة والتقدم لا زال للسيلية 1-0. الكلام كتير قوي في الملعب، الكلام كتير قوي 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 في الملعب، مش معقول كل اللعيبة بتتكلم. يوسف رمضان ركنية عربوية، العربي قرب كتير وفترة أطول من منطقة جزاء السيلية. أدي أحمد إبراهيم، أحمد مدافع كويس لكن والكرة في رجله أداؤه مش جميل، مش حريف، مش لعيب، ترقص ترقيصة وحشة قوي، راحت عدت فرصة الهجمة المرتدة، قد تكون الهجمة المرتدة ولا ده لعيب يا فهد. العبد القادر الياس لو بالعرض خطر، لو بالعرض خطر يقف عليها، تأخر خلاص 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 يا عبد القادر. لو عمل بالعرض لرشيد كان ممكن، لكن اتأخر عمل ديلي تروح لرشيد، بيعمل كل حاجة، بيعمل كل حاجة، يعدي بسرعته وانطلقته وعرضيته وفرصة. يا سلام يا يوسف يا رمضان، يا سلام يا يوسف يا رمضان. رشيد الحقيقة اللاعب المغربي في صفوف السلية، سرعته وانطلقته ورشقته وعرضيته، لكن تغطية من الظهير العكسي يوسف رمضان، شوف فارق السرعة لصالح رشيد مع ياسين يعقوب، ثبته وبعدين عمل الستارت هو اسرع، لان معاه حاجه مهمه قوي يا جماعه اسمها المبادئه، المبادئه في القرار، المبادئه في الحركه، المبادئه في الفكره اللي انت ناوي تعملها. ضربه الراس على طول بعد ركنيه السليه ترجع لفهد، تصويبه لكن مسعود الزراعي، مسعود خف الضغط عليه لان النادي العربي اصبح هو الافضل في الملعب من حيث الاداء، لكن السلية كسبان وبيلعب بما يتناسب مع مكسبه. أحمد فتحي فرق كتير قوي قوي لما طلع لقدام، وكل مرة بنقول كده الحقيقة. أحمد فتحي، محمد صلاح لأحمد فتحي، اللعيبة اللي عندها رؤية للملعب سواء عريضة أو عميقة، فالكرات اللي بالعرض للسيطرة أو العميقة للوصول للمرمى بيعملها كويس أحمد فتحي، والإدراك الحسي عنده كويس. شوف اللي بدأ يعمله بقى سامي الطرابلسي، بدأ يبعت له مدسر عشان يضغط عليه، لأن عارف هو اللي بيبدأ اللعب. تاني الواحد على واحد يوسف رمضان، واحد على واحد، يا ولد لعيب، يا ولد يوسف، يا ولد يوسف، فرصة 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 للنادي العربي، ولكن الدفاع جونيور في الوقت المناسب ينقذ الموقف. العربي يضغط وبقوة، عبد الله معرفي وعبد القادر الياس يستخلص. برافو يوسف رمضان، لكن قاعد في مكانه من ساعتها، غريبة جدا، قالوا كرام بقى يوسف رمضان، قالوا كرام. محمد صلاح، محمد صلاح، أحمد فتحي، جارديل، ماليسون، فارياس، العرضية الأرضية، يوسف رمضان، قالوا كرام، وقع في الأرض. الحكم هيدي فرصة لشرب الماء، هيدي فرصة لشرب المية، والحكم ذكي، شاف ان اللعبة هيتوقف لعلاج يوسف رمضان، قال لك مشيها بالمرة ويشربوا مية، والمدرب يتكلم معاهم اوكي. كان الجو بقى احسن كتير طبعا من الاسبوعين اللي فاتوا، مباريات الجولة السابعة، الدحيل فاز على الاهلي 2-1، السد فاز على قطر 5-1. ادي يوسف رمضان والترقيصة الحلوة لعثمان العاقب، عدى بشكل كويس قوي قوي قوي، لكن شوف جونيور، شوف جونيور جاي مع محمد صلاح ازاي. ادي المهاره الحلوه بتاعت يوسف، لاعب الغرافه السابق، 17 كاميرا باوضاع مختلفه بتدينا قدرات اللاعبين وامكانياتهم وردود افعالهم وشخصياتهم. جونيور وتعليمات للاعبته بغلق الطرق، ثم سامي الطرابلسي بيعمل كونسولتو كامل عن المرحله اللي جايه الحقيقة، وياخد رأي مساعديه، ده أبدا لا يقلل منه أبدا، بالعكس ده هو مختار مساعدين أقوياء شطار عشان كده، ومعاه اللي بيقرر النواحي الخاصة بالأمور البدنية، واحد متخصص بالنواحي الفنية من حيث المساحات واستغلالها، ومين أكتر لعيب جري، مين أكتر لعيب عمل كرات عرضية، مين أكتر لعيب مؤثر في الجبهة بتاعته. طبعا هو ليه رؤيته وحاسس وشايف، لكن لا مانع من تفتيح زوايا أخرى، لا مانع، عينين غير ستة، عينين غير ست عيون، مش كده ولا إيه؟ سامي كان مدافع قوي، شارك في كأس العالم، واحد من المدربين اللي
ليهم بصمة الحية مع كرة القدم القطرية بوصوله إلى نهائي كأس سمو الأمير. بيحضر دلوقتي عبد الرؤوف حسن عشان المرحلة اللي جاية، وبيديله دوره إيه في أنهي منطقة بالضبط، سواء بوزيشن في إريا معينة أو هيبقى فيه مراقبة للاعب معين في منطقة معينة، فبيركز له عليها، بقول له المنطقة دي بيجي فيها فلان الفلاني، عايزك تقفلها لي كويس. أنا أعتقد أني أخطر ما بيخص العربي دلوقتي أن في نص الملعب أحمد فتحي يكون لوحده أو يبدأ اللعب براحته. رشيد ولد أحمد إبراهيم فاول، يعني مع مرور الوقت والخسارة والانفعال الحكم يقول له لا أنت هتزعق، لا هتشوح، لا هتعترض، لا هتروح مني فين؟ مش حمل أي اعتراض ولا حمل أي امتعاض، اتنرفز على أن فريقك خسران، خليك مع نفسك ما تطلعش نرفزتك علي. جابه بقى بهدوء بالراحة قال له لو سمحت اللي انت عملته ده يخلينا اطلعك بره، لو سمحت اهدأ ولا داعي. برافو سلمان الفلاحي، حاسس وعارف لعبة العربي متضايقين للخسارة والموقف، فتعامل الحقيقة بروح كويسة. ده جزء من روح القانون اللي الحكم بيتعامل بيه مع اللاعبين، كان ممكن يروح مطلع له الانذار على طول. احمد النحوي في ايه بالظبط؟ نشوف رؤوف هينزل مكان مين. يعني 7 و15، اه 7 هنا و15 هنا، كده اوكي، ارجع نفس البدايه كده اوكي. 15 النحوي هيخرجه تاني، معقول هيخليه يخرج تاني؟ هو بيقول له بتخرجني ليه؟ بقول له ما بخرجكش عشان انت لعيب وحش، انت لعيب محترم، لكن انا كنت اتمنى ان الفتره اللي انت لعبتها بالسيستم ده بامكانياتك كنت اتمنى ان نكسب وانت موجود والدنيا تمشي، لكن النتيجه مش في صالحنا، فانا هحاول اجازف شويه وهغير في سيستم اللعب، في نفس الوقت لو عندك اصابه او مشكله تخرج ونطمن عليك، وادي الطبيب المعالج رايح يجيبه، وانا اعتقد انها ناحيه نفسيه شويه، انا اعتبر ان دي حاجه نفسيه ان نازل له طبيب معالج عشان يبقى الشكل العام انه خارج عشان مصاب، مش خارج عشان يعني يخرج تاني هو اللي لسه نازل، قد تكون حاجه نفسيه، عايزين نبقى نتاكد منها، يا ريت عايزين نبقى نتاكد منها. نزول احمد صالح خلفان كمهاجم في النادي العربي طبيعي انه يجازف، ونزول رؤوف وخروج فهد يوسف. عبد الرؤوف حسن، تبديلات الفرقتين خلاص كلهم انتهوا، يبقى اللي نزل احمد النحوي خرج تاني ونزل بدلا منه احمد صالح خلفان. يعني ممكن يكون اللي خرج احمد النحوي علاج طبيعي او دكتور او طبيب عشان كشكل عام يبان انه خارج لاصابه، لكن هو ما اعتقدش انه مصاب والله اعلم ليه، عشان نفسيا يعني ليه، لكن انا بقول نفسيا مش نفسيا، اللعيب المفروض ما يزعلش وما يتضايقش وما يتنرفزش ويعرف ان دي مصلحه فريقه. احمد النحوي لعيب كويس ومهم جدا، وعشان هو مهم قعد احتياطي ونزل، والمباراه بتاخد منحنى ما كانش متوقع انه يستمر، فلما استمر او تواجد طبيعي المدرب يغير من تاني، واللاعب لازم يكون رهن اشاره المدرب. يعني شوف انا معاه في ناحيه وبعدين مع المدرب في ناحيه تانيه، لازم الامور دي كلها تكون موجوده عند اللاعب ويحس بيها، وجميل لو المدرب برضه يحاول يعملها بالشكل ده. عبد الكريم سالم العلي، تحرك كويس عبد الرؤوف، دخل في نص الملعب لكن اتقطعت تاني على طول. عبد الرؤوف اهو بيتم الدفع به، صفاره فاول، فاول فعلا، الحكم الاضافي هو الحكم المساعد هو اللي قال له برافو محمد عبد العزيز، عادي جدا هنا فاول وممكن انذار كمان، ده فاول وانذار وممكن احيانا كارت احمر، فالحكم الحقيقه المساعد الثاني هو اللي اداله محمد عبد العزيز،
لكن ما قالوش انه يستاهل ياخذ انذار، قال له الفاول فعلا. جميل التواصل ما بين الحكام، وان القرار يجي متاخر شويه مش قضيه مش كبيره قوي، مش مشكله كبيره قوي. معلش ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا حتى في القرار. ادي احمد فتحي، هو ده الخطر الاكبر في العربي، لان هو اللي بيعمل السيطره، هو اللي بيدير الفريق، هو اللي لازم يتوقف مع لعيب رجل لرجل في المنطقه دي، يعني رجل لرجل في المنطقه دي مش رجل لرجل في كل مكان في الملعب. او رايح له مدسر، مدسر بيلعب عليه يا جماعه تعليمات. ورؤوف هو المتاخر مع مجد صديق، تاني على طول رؤوف جناح اليمين قافل الجبهه اليمين، اهو اهو هو ده رؤوف اللي لسه نازل. هو ده التبديل اللي عمله سامي الطرابلسي، نزل لعيب قوي سريع يقفل منطقه شافها عامله مشكله ناحيه الشمال بيوسف رمضان. انذار، انذار لعبد الرؤوف. مباراه فيها متغيرات كتير ما بين تبديلات وما بين تغييرات لمراكز بعض اللاعبين. نلعب في الدقيقه 82، مباراه احداثها كتير جوه الملعب. 1-0 النتيجه، هدف الشوط الاول سجله رشيد، هدف سيكون حديث المجلس اليوم بل والمجالس كلها. 28 متر بعد عن المرمى هيلعب يوسف رمضان. سعود الخاطر بيظبط الحائط باثنين على القائم القريب، وهو ياخد القائم البعيد. ادي يوسف رمضان الغرفاوي السابق، يوسف لعيب كويس الحقيقه، لعيب كويس. ادي يوسف رمضان، لكن تشتيت من عبد القادر الياس، برافو عبد القادر. اصرار كبير من لعيب السليه على حصد الثلاث نقاط. تاني على طول ضربه الراس فرصه، ولكن التدخل على طول جونيور، تشتيت وحش قوي من جونيور. العربي ضاغط، العربي مستمر، لكن مفيش اللي يحسم للعربي الموقف، مفيش اللي يخلص للعربي على المرمى. تاني على طول ترجع ليوسف رمضان، يوسف اقصى اليسار، ماليسون لاعب البرازيلي يحاول، عايز فرصه للتصويب. احمد فتحي ومعاه مدسر، هاتوا خد، ادي الضغط اللي عمله لعيبه السليه، برافو عليك يا ولد، برافو عليك يا ولد. ياخدها الرشيق الانيق، ياخدها رشيد، ياخدها رشيد اللي بيعذب احمد ابراهيم معاه، الى رؤوف، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، الى رشيد. الناحيه العكسيه ولا ايه؟ الناحيه العكسيه ولا ايه؟ هيعدي، هيفوت، هيباصي ولا هيشوط؟ مفيش، توت توت. ترجع تاني لعبد القادر، ترجع من جديد الى نذير بالحاج، لكن باص وحش قوي من نذير. لكن رشيد خطر يا جماعه، رشيد خطر يا جماعة، الولد المغربي رشيد كنين خطر جدا، المحترف في بلغاريا والمحترف في الإمارات والمحترف في الخرطيات، وهذا الموسم مع السيلية قدم موسم محترم. السيلية 12 نقطة، لو فاز يبقى 15 نقطة، يحتل المركز الثالث، وله لقاء مؤجل، وله لقاء مؤجل، يعني هيبقى اقل من السد والدحيل بنقطه، وليه لقاء مؤجل زيهم بالظبط. احنا عارفين الخور والسد لقاء مؤجل، والسيليه والدحيل لقاء مؤجل. الخور دلوقتي ترتيبه الاخير بنقطتين، جاله مدرب فرنسي جديد وسيلعب مباراه المؤجله امام السد، اما السيليه مباراه المؤجله امام الدحيل. فالسيليه يقول لك انا اكسب النهارده زي ما انا كسبان دلوقتي ويبقى عندي 15 نقطه، واكسب الدحيل ابقى 18 نقطة، ابقى افضل من الدحيل بنقطتين، يحسبها كده. هل يقدر السيلية يكسب الدحيل؟ الدحيل لم يخسر طوال الموسم من العام الماضي، لم يخسر ولا هذا العام محليا. ادي الانطلاقة، خسارة وحيدة فقط اسيويا، اطاحت باحلام الدحيل وحلم الاسيوية. حاولة تاني من جديد، ادي الانطلاقة يا ولد يا جارديل، صراع بدني كبير في الملعب، وفاول، فاول لصالح السيلية. ماليسون تعليمات على طول لماليسون، اللعب المباشر السريع. وادي جارديل عدى كويس الحقيقة، لكن فاول على النادي العربي، دفاع بدني قوي، ما لعبش على الكرة أبدا، دخل فعلا بشكل قوي وقاسي على عثمان العاقب. سلامات يا عثمان، فيها صدام مباشر بالركبة أو أسفل الركبة، بتعمل ألم غير عادي، تعمل ألم غير عادي، الألم أي كان، المهم تكون بعيد عن الأربطة يا ولدي. إن شاء الله إسماعيل محمد واحدة واحدة يقرب كده للدحيل ويكون جاهز للعنابي بإذن الله. النجم الكبير يوسف المساكني عاد إلى الدحيل،
للتدريبات تأهيلية ويبتدي إن شاء الله واحدة واحدة نشوف النمس التونسي الكبير، واحد من روائع كرة القدم في العصر الحديث الحقيقة يوسف المساكني، افتقدناه وافتقدته تونس ونبيل معلول في كأس العالم الحقيقة في روسيا، وافتقدوا الدحيل وافتقدوا نبيل معلول أيضا في دوري أبطال آسيا، ولكن إن شاء الله يعود كما كان وأفضل كمان إن شاء الله. لعيبة كبار ومهمين، سعد الشيب هو اللي يهمنا قوي دلوقتي إنه يكون جاهز إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي. مشعل برشم شاب وحارس شاب قدم عروض جيدة، أخطأ خطأ أو اثنين عادي جدا كل الحراس بتخطئ. وسعود الهجري جات له الإصابة من تاني، سلامات لسعود حارس الريان السابق والسد الحالي، وسعد الشيب الحارس الدولي وحارس السد إن شاء الله يكون جاهز لمباراة يوم الثلاث، وإذا ما كانش جاهز إن شاء الله مشعل يكون جاهز ويحمي عرين الزعيم بإذن الله. ثقة فيهم كلهم كبيرة، كلهم جميعهم. على طول عبد القادر إلياس إلى محمد مدسر لرشيد، الثلاثة مزعجين. يا لعيب 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 رشيد، رشيد لعيب زي الحديد يسجل تاني أهدافه، رشيد الكل يخافه، يتقدم للسلية بتاني الأهداف، يرفع رصيده لستة أهداف. شوف المغربي، شوف الجوهرة، شوف الجوهرة المغربية الجميلة. رشيد اثنين تألق وأبدع مع الخرطيات العام الماضي، نعم نعم العام الماضي 13 هدف، قبلها 17 هدف، الآن وبعد سبع جولات فقط ومن ست مباريات ستة أهداف. بص شوف رشيد، هدف جميل 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 جميل، روعة 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 روعة. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. فرحة 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 فرحة. نعم نعم سنوقف انتصارات العربي، قالها اللورد عبد الله العيدة، قالها ابو سعيد، قال لك سنفوز وسنوقف انتصارات العربي، قال لك السيلية متخصص في حلحلة عربات قطار العربي، وبالفعل حتى الان 2-0. وغريبة يا كورة احوالك، يمينك راح على شمالك، كان بيهاجم العربي وقريب من التسجيل، ولكن نجح نادي السيلية في احراز الهدف الثاني باقدام رشيد، جايب هدفين النهاردة بسم الله ما شاء الله. سعود الخاطر، ننساش سعود الخاطر كان ليه دور مهم قوي قوي في الحفاظ على شباك السلية، بينما لوكا الحقيقة الهدف اللي جاء في الشوط الأول خلى ظروف المباراة فيها متغيرات كتير جدا جدا، هو كان في غنى عنها. أدي عبد الله معرفي عميقة سهلة على طول، رشيد جورج كواسي، عبد الكريم سالم العلي عشان يكمل الماتش بدنيا كويس، وزع جهده كويس وما بقاش يعمل الاطوال ولا الحاجات اللي فيها يعني استهلاك للطاقه، ان السرعات العاليه لاطوال بتستهلك الطاقه. ونزل له محمد سالم المال كجناح يمين للعربي، فهو خلاص جات له تعليمات من سامي الطرابلسي ما يهاجمش كتير، وهو كمان الولد ذكي، هو كمان الولد ذكي. سلامات سلامات احمد النحوي طلع من الملعب لانه كان مصاب، مش فكره ان هو يتم تغييره تاني عشان امور تكتيكيه. سلامات يا احمد، الف سلامه عليك. ادي على طول رامي تماس، حاجات اللي تطمن يا جماعه اللاعبين وتطمن الاسر كلها، اجهزه طبيه على اعلى مستوى، اسعافات اوليه على اعلى مستوى في قطر اسبيتار، احد افضل المصحات ومراكز علاج الاصابات والتجهيز والتاهيل على مستوى العالم، مش الشرق الاوسط، مش الشرق الاوسط، اسبيتار حاجه تحفه، حاجه عالميه عظيمه، افضل واكبر نجوم العالم في كل اللعبات ليس فقط في كره القدم، دائما في اسبيتار. وادي الاوفسايد في اللعبه الاخيره، اوفسايد على رشيد، خمس دقائق وقت بدل ضايع، بنلعب في الدقيقه الاولى منها. سلمان فلاحي حكم اللقاء، السنة اللي فاتت سعود العزبة أدار لقاء القسم الأول كان 3-1 للسيلية، ونايف القدري كان أدار لقاء القسم الثاني كان انتهى 1-1. عبد القادر إلياس هيجيب الثالث ولا إيه؟
هيجيب الثالث ولا ايه؟ طب وبعدين سيلية عمل ثلاث انتصارات، رشيد ثاني، هو ثاني يصوب، ولكن مسعود زراعي يتصدى ببراعه. ولد وحش، بسم الله ما شاء الله يا رشيد، بسم الله ما شاء الله يا رشيد. هنا دفاع كبير، وعبد القادر الياس ورشيد حاجه عظمه على عظمه على عظمه بصراحه، يعني سرعات، قوة، تمركز، لعب فردي، لعب جماعي، لعب إيجابي على المرمى، مهارة عالية، حاجة عظيمة عظيمة عظيمة. سيليا فريق يحرج أي حد، خسر من الغرافة 2-1، كان أيضا بهدف رشيد، وفازوا في 4 مباريات على أم صلال 2-1 بهدفي عبد القادر إلياس، ثم 3 انتصارات متتالية، واضح النهاردة الانتصار الرابع على التوالي. عبد القادر إلياس كان تعرض لإصابة خطيرة عطلته شوية برضو. عبد القادر مع الجيش، رمي التماس لصالح السلية، والحقيقة أحمد فتحي بيكلم طالب سالم المري بيقول له يعني ألعب لهم أنا رمية التماس، هيجي يلعبوها إمتى؟ يعني معناها إن هم يعني متعمدين يضيعوا وقت. موقف الواحد على واحد لاستهلاك الوقت، عايز ضربة ركنية ولا الولد يعدي؟ والله عدى، السلام يا عثمان، ولكن تغطية عكسية من محمد سالم المال. نزير بالحاج هيفنش المباراة بسرعات عالية بذكائه وخبرته وتوزيع جهده، واللقطة الأخيرة تبقى حلوة. نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع، 3 نقاط جديدة للسلية، والعربي قد يكون في اتجاه لخسارة ثالثة هذا الموسم. جونيور الهدف الثاني أحبط لعيبة العربي بنسبة كبيرة، وثقة أكثر وطمأنينة أكثر لعيبة السلية، فتحوا اللعب. أدي عبد الرؤوف، تبديلات سامي الطرابلسي الحقيقه مؤثره جدا جدا في نص الملعب والدفاع. ادي عبد القادر الياس مش قادر يكمل يوسف رمضان، عبد القادر حس بيها فقال له يلا ناخد مشوار، جاله احمد ابراهيم كمان، عبد القادر الياس بدا يتعب ولا ايه؟ الباص ما طلعش من رجله صح. ادي ماليسون، ولكن فاول على جونيور، وحش وحش يا جونيور. انذار ليه مدسر، خساره ياخد انذار بدون لازمه، كان في دراجولز جريجوري قبل كده. دفاع السيليه ايضا اللاعب الروماني ما ننساش تاني على طول، ولكن تم الاستغناء عن المحترفين. معانا ميدو موجود في الاحتياطي، ستوبر ايضا مع نادي السيليه. اماميه من جديد، عبد القادر الياس تحت الضغط، جاي له احمد ابراهيم، خلاص اعتقد نلعب في الدقيقة الرابعة، 3 نقاط تضاف لرصيد النادي العربي، والحكم الحقيقة سلمان فلاحي بيسيطر على الكرة بشكل جيد، والموقف واللاعبين، وراح لأحمد إبراهيم إداله إنذار، وكان ممكن يديله إنذار قبل كده في لعبة فاتت، لكن كان حنين عليه شوية، عشان كده إنذار واحد فقط لأحمد إبراهيم. لوكا جميل، لوكا جميل برضو، يعني كرواتي، والكرواتي مش سهل، يعني كرواتي دماغ وفاهم وكورة ويعايش كل الظروف، ويعرف اللعيب الشقي، اللعيب العنيف، اللعيب الهادي، اللعيب الموهوب، مدرب الكرواتي يعيش كل الأجواء والظروف. تاني على طول عبد الله معرفي، اللحظات الأخيرة النادي العربي عايز يفنش ولو بشكل جيد، اجتهدوا النهاردة الحقيقة جدا جدا، ولكن هدف الشوط الأول فرق كتير، حاولوا وكافحوا، ولكن سامي الطرابلسي نقدر نقول فرقته امكانياتها وقدراتها وادارته للمباراه كان ممتاز جدا جدا، ندي لكل واحد حقه. سعود الخاطر لعب دور كبير جدا في الحفاظ على شباك الحقيقه فريق السيليه، وكذلك مسعود الزراعي اجتهد جدا لتكون النتيجه 2 فقط. نعم، صافره سلمان فلاحي حكم اللقاء تنهي احداث الشوط الثاني والمباراه، 3 نقاط جديده للسليه، الفوز الرابع على التوالي والانتصار الخامس هذا الموسم، لقاء مؤجل ومع ذلك السليه يرفع رصيده الى 15 نقطه، يصعد الى المركز الثالث، بينما النادي العربي